بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا ويا مرحبا فيكم في هذه الليالي الجميلة اللي تجمعنا معاكم. كل عام وانتم بخير وعساكم تعودونا يا رب من السالمين والغانمين زايدين مو ناقصين. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في هذه الليلة الجميلة اللي تجمعنا معاكم على الخير والمحبة ومع ضيوفنا اللي منورينا بالاستديو. لكن بالبداية مسي بالخير على زميلتي أسراء. مساء الخير أسراء، كل عام وانتم بخير. مساء الخير يا راشد، وانت بألف خير ومشاهدينا بألف خير. إن شاء الله في هذه الأيام ليالي العيد وليلتنا اليوم أكيد جميلة وسهرتنا راح تكون أجمل مع ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستديو. هم نجوم لهم وزنهم في الساحة الفنية، راح نطرق في حديث خاص لهم في ذكريات العيد وأيضا أعمالهم اللي بيقدمونها في العيد. بالتأكيد ضيوفنا نجوم كبار لهم وزنهم الأمانة في الساحة الفنية، ومعانا بداية النجم الفنان القدير الأمانة حضوره يعني يغنينا عن أي مقدمات الأمانة. شكرا لقبول هذه الدعوة ونقول كل عام وهو بخير الفنان الكبير القدير الفنان عبد الرحمن العقل. مساك الله بخير أبو خالد، وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك. عامك سعيدة وعساكم إن شاء الله من عواده، ومبارك عليكم العيد إن شاء الله وتكون أيامنا كلها عيد بهذه المناسبة الطيبة. أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حكومة رشيدة وأهل الكويت والمقيمين في الكويت أسمايات التهاني والتبريكات. صلى الله يعود علينا باليوم والبركات، وعسى نصير أيامنا كلها أعياد إن شاء الله بحضورهم ووجودهم إن شاء الله. إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وهم وجودكم أيضا فنانين الكبار اللي أكيد ما نستغنى عن أعمالكم اللي تقدمونها لنا. وأيضا رح يكون معنا فنان جدا مميز طلع علينا، لازم إذا شفنا على الشاشة مستحيل نحن الابتسامة ما تفارقنا، الفنان سلطان الفري. حياك الله. الله يحفظكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله وصحة وسلام إن شاء الله، ويعني مستانسين فيكم بالعيد إن شاء الله يا رب العالمين، وإن شاء الله يعني نقدم لكم شيء بالعيد يكون جدا جميل إن شاء الله خلال أعمالنا في العيد إن شاء الله، مسرحياتنا يا رب إن شاء الله. أنتم كل ما تقدمونه جميل أمانة على طوال السنة، يعني برمضان متعتونا وقبل رمضان وبالعيد إن شاء الله، يعني وهالأمسية الجميلة أكيد بتغني فيها إن شاء الله. مو هالأمسية إن شاء الله، حضرتوا لنا العرض إن شاء الله بنغني. إن شاء الله بنحضر العرض. قدمتوا لنا دعوة بنحضر إن شاء الله. يا حياكم الله. الساعة المباركة، أسأل الله يوفقكم أيضاً. يعني لكم برا المسرحية إن شاء الله. أيضاً الفنان الجميل أمانة دوتو القادم بقوة على الساحة الفنية ما بين الفنان سلطان الفرج وايضا الفنان مبارك المعلم. مساك الله بخير اخوي مبارك، حياك الله، الساعة المباركة وعيدك مبارك. علينا وعليك ان شاء الله، وكل عام وانت بخير، ويا رب ان شاء الله تكون ايام سعيدة على الشعب الكويتي كله وكل من يشاهدنا من قناة الراي طبعا، وكل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتكم. من ومنك ان شاء الله صالح الاعمال وانت بالف خير. وايضا معنا فنان جدا مميز له كاريزما خاصه في دائما في المسرحيات، لما نشوف هذا الفنان نعرف ان هذه الكاريزما راح تكون اكيد مصاحبه للفنان جمال الشطيح. حياك الله وكل عام وانت بالف خير. كل عام وانت بخير وعيدكم مبارك، وعيد مبارك لاهل الكويت كلهم، وتقبل الله طاعتكم. من ومنك صالح، وان شاء الله ان ان شاء الله نكون على حسن هذا اكيد مقابل. انا ما ادري احس وانت تحكي تعبان، ايش فيك؟ لا القولون بس. لا لا ما تشوف بروفات طبعا بروفات. ونشكر قناه الراي على تحتنا لنا هذه. حياك الله والساعه المباركه. طبعا نبتدي بالاجواء الجميله واجواء العيد ابو خالد. طبعا ذكريات العيد الجميله، كل انسان له ذكريات خاصه يستذكرها في هذه الايام الجميله، يتذكر ربعه، يتذكر اصدقائه، يقارن ما بين هالوقت ومين وقته بذاك، كلنا مرينا بهالمرحله. ابو خالد شو يقول عن ايام العيد؟ والله شوف الايام العيد اذا تكلمني الحين في ايامي هذه او السنين اللي طافت، ال 20 او 25 سنه اللي طافت ما عندنا عيد. احنا عيدنا مسرح، عيدنا تلفزيون، عيدنا ارتباطنا بالجمهور، هذه احلى ايام العيد بالنسبه لنا. لكن اللي تتخبط بها من الطفوله للشباب اللي وجودنا طقطقتنا وناستنا احلى ما يمكن. انا تربيت اكثر شيء بحولي، يعني انا من عيال حولي اللي تربيت بحول على الديرفه على قلالبها. عزكم الله عز السامع على الحمار العيد المشخط شخطونه قبل كان مشخط لا هو نفسه نفسه يسبقونه ويعدلونه وكراكيش يعيد وياهم ها ويلعيد. عزك الله الحمار يستانس يعني يضحك صدق راك من عظهره بس مستانس اهم الحمار بكشخيره كشخه العيد طبعا. فيعني وناسه وناسه يعني هو العيد هذا كانت في الساحات الترابيه ابو خالد، كان عيد صغار وكبار. ايام حولي كانت عباره عن براحات يعني ولا كانت في حدائق يعني مختصه؟ لا ماكو ترفيهيه، ما ترفيهيه ما فيها الحكي هذا. لا 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 معروفه يعني درفه موجوده يعني كان يوم البحار ولا كل شيء اسمه بلديه تاذيك. اي والله ولا كل شيء اسمه روح طلع ترخيص. كل من حد درفته يطقطق له خشبتين سوي له درفه يحط له حبلين ويحط اسمه الشندلتين هالصوب ويعلق الدرفه
وما في اصابات ما تلاقيت تبطل تطيح والله انا مره انا على قولتهم لازم سامع اذا قال لي العيد مره يقولون كذي يقولون قاعد كذي بالرم قاعد اسوي ديرفت اخويا انا ياهل اخوي صغير اكبر مني مسوي لي ديرفه ما ديرفته وانا قاعد احط الزوليه واحط المسار بين ديرفه لازم مساند عشان تستانس كل ديرفه احسن من ديرفه على ديرفته زين هو اللي مدخول اكثر ياخذ وايد قاعد كذي ولا قاعد بطل مكسوره ودشت بريولي وتقصر يولي ايوه عاد بس بين وينك اشفى انها تعورت ليش؟ عيديه زادت عندنا كسرت خاطرهم قام يعطوني زود ما تنسي بعد لا 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 وين تنسي اتوقع حلوه والله العظيم العيد الحين ما عاد يعني العيد الحين صار عيد سيارات صار عيد يعني سجل الله نعم علينا الحمد لله بالخير والنعمه انه اعطانا مدينه ترفيهيه نفتخر فيها ويستانسون فيها الناس واليهال لكن مو هذا العيد اللي احنا متوقعينه يعني صحيح. يعني عندنا كم عيد عندنا عيد بصلاه العيد عندنا عيد بطلعت الناس من العيد تعال شوف الفلوس اللي تطشر على الصغار والكبار يعني حتى ابو 18 و17 سنه ياخذ عيديه 18 صحيح. الحين تستحي تعطيه عيديته بالبوقه يقول انا كبرت والله يعني بس الحين اللي يشتغل ما يشتغل بس العيد العيد حلو بلبسه بزهوته وناسه يكفي انهم يتجمعون بهالسياره يتجايسون بسياره واحده ويدير بيت خالك بيت عمك وتجمعون واليمعه حلوه للاسف ما اقول يعني مو موجوده هالايام وايد بس قلت عن قبل قليل من يحافظ عليها لا هي قلت ما ادري الحياه كلها انقلبت فوق حدر الدنيا انقلبت فوق حدر يعني ما عادت مثل قبل يعني ما ادري وين تروح وين تجي يعني او يوم اول يوم بعدين ثاني يوم تحط لك على خدك صحيح لو بعد الحين اول يوم تلقاهم هم مسافرين يقول لك هم نبي ننحاش شوي من الزوارات احد يعاتب سفر سفر اي والله سفر يعني هو بيني وبينك بيني وبينك ما كل السفر صحيح الان اصبح السفر وين تروح اي والله اللي يروح بدوله خليجيه مع حبي واحترامي لكل الخليجيين تطلع من حر تروح الحر صحيح تجنهم قد في بعض الحين قد يكون افضل شويه أي والله. دي فيها وناسات قليله العائليه لكن روح اوروبا وليش فلوسنا في اوروبا ليش ما نصير احنا صحيح يعني تحرك السياحه عندنا اوروبا تي عندنا اوروبا تي عندنا عشان مسرحيتنا البومه تاخذ زهوتها والله العظيم يعني بغض النظر عن جمهورينا من كصوب عن السفر هو العيد حالاته بديرتك حالاته بتقعد اوروبا اوروبا شلون بيون عندنا على هالجو الحار ال 50 درجه الحراره خل راح يجون ان شاء الله اذا شافوا المسرحيات ان شاء الله يجون يمكن لا احنا لحد اللحظه هذه قلت الحين يدقدقون علينا بالشباك في مسرحياتنا البوم ما شاء الله يدقدقون علينا الحمد يبون يحبون ينحجون قلنا تعالوا في اونلاين الحين تقدمنا مثل قبل خذ تطور روح قص شتيك وخذ عند الشباك الحين صار اونلاين مش عارف شنو واوت لاين انا كلها طايح على مبارك اونلاين وتروح عند الشباك تاخذ راحتك مثل قبل طورنا الواحد مع التطور يمكن قاعد يتغير خليجيين عندنا في الكويت ما شاء الله الحمد لله نزال الحمد لله احنا الحمد لله عندنا كم كبير من المملكه العربيه السعوديه من الخليج حتى من الامارات شفت الامارات اللي الله عسى الله يوفقهم ان شاء الله دي وصيتهم ودعاياتهم لكن الحمد لله ما نستغني امين ان شاء الله احنا اكيد مخصصين لها فقره خاصه لهذه المسرحيه الجميله وراح نطرق لي اهم القضايا اللي بتناقشونها فيها لكن سلطان ذكرياتك مع العيد يقولون كنت شيطان والله شيطان انا عاد يعني بحكم عمري واكبت لحقت على قبل ولحقت على الحين طبعا اخوه موجود الحين بس لحقت على الجيل اللي قبل يعني الاول يعني شوي مو بخالد الاصغر مو بخالد لا ياتي سوقي لحقت على جمال يعني قبل وناستنا العيد نطلع من دشداشه طبعا او طبعا ساعتين دشداشه نظيفه بس اول ساعتين نطالع من البيت من تغدى خلاص راح الحمد لله هي ساعتين عاد تربط دشداشه وين تروح دوار الجوازات ماكو برويثيه قبل وين نروح دوار الجوازات سياكل طبعا كلها ساحك على ركبي على قولت بخالد قزاز انا كل ركبه طبعا بيض بس صاروا بعدين فكلها سياضي دوار الجوازات سياكل وما سياكل والعيديه وما العيديه يعني عيدنا قبل غير يختلف طبعا عن عيدنا يقول لك مبارك على ايامه ها ايام العيد ذكرياته يقول ماكو هو الاسره الكريمه وهذا طيارته بالعيد طال عمرك سلم على الاهل ثاني يوم مسافر انت يقولون لا يبا مبارك هذا اي انت عندك يمكن والله وماكو هذا اول يوم ثاني يوم الربع يمعت الربع ثالث يوم سمره ما يبي له مبارك شلون يقولون تسافر مبارك تسافر بالعيد ولا شفنا السفر العيد حالات بديرتك يعني العيد ما شاء الله لا اله الا الله عندنا الاهل طبعا الوالده ما شاء الله تجمع كل خوالي وعيال خوالي وهذا من اقوم من النوم واشوفهم متجمعين عرفت ان عيد انا ها كذي العيد عندك اي عقب صلاه العيد تشوفهم كلهم
كلهم موجودين العائلة اللي يتزاورون واللي هذا حلو. لكن احنا الفترة الأخيرة صراحة من دشينا ما شاء الله الوسط والتمثيل صح. يعني عيدنا صار مع جمهورنا خلاص لأول يوم العيد نص يوم ايه نص يوم يعني تقول انت من الصبح تقريبا من الساعة 12 تقريبا انت بالمسرح العيادي ما تدور عندك ما في احد يزوركم البيت تعطي اهل العيال العياده ما توزع تلحق عليهم تلحق عليهم يعني تعطي عيادي تعطي عيادي والله زين 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 تعطي عيادي لا والله زين مبارك تعطي دينار اكو حد دينار هالايام صغار 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 والله الخمسه وتستحي تعطي والله قبل غيروا العمله خالد غير العمله ما يدري على بال الدينار خمسه ما يدري والله غير العمله انا تعطي الربع مثل العشره نفس العشره ولو انا ولا عشره اطول شوي لصالحكم هذه لصالحنا احنا اللي خسرنا شو 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 بعطي العشره بعد ربع كراميه يعني ربع ولو عشره لا هي سهله تصير اسهل مع مع اليهال وهم مو عارفين خلطه الالوان تصير اسهل وياهم بس جمال ما لحق ترى على العيد لا ما دعاب احنا بنعرف ذكريات العيد شلون كانت فراعنة لا الحين ربعنا تغير الحين صار جديد خلونه حلو يعني واحد يستانس يعني انت على ايامك كنت تاخذ ارباع ها على اي والله كان يعطونك ربع على ايام ربع الله يسوي شيء تجرب وقتها ربع اي والله يسوي شيء قبل الربع ايه؟ عندنا الربع ب 100 فلس تاخذ لك صمون وبيبسي وكل شيء تشتري وبعد احنا مثل ما قال اخ ابو خالد والله احنا صار لنا فوق العشر سنوات اكثر كله نعيد عند بالمسرح يعني ماكو ما نشوف عيد يا ولد نشوف عيد كله داخل شنو قاعدين بالسجن ما نشوف الشارع من بعيد يعني والله يعني كله بالمسرح بس المسرح كله عيد بس انا اتذكر قبل كنا كان في ملاهي عندنا ايام بالسبعينات كان في ملاهي الزهراء كان ايامها كان بالمشرف هذا اخواننا المصريين كان يسوون حركات هذا كان احنا وكان في عندنا بالشرق سيرك ايوه كنا احنا بالدسمه نجيب لكم سيرك سيرك صحيح سيرك يعني تسوي حركات لا ملاهي ملاهي مو سيرك اللي العاب وتقط هذا وتاخذ لك هديه كذي كانوا ما كان في سيرك يعني ما عندنا سيرك هاي ملاهي ملاهي ايش كنت تفوز فيها؟ ها؟ كنت تفوز ولا تخسر ولا والله بعد هاي وانت وشطارتك هذا اللي الحين حاطينه بحديقه الشعب اللي قطه شيء بعد الحين تلعب ولا؟ لا لا تودي لي حال توديهم يلعب بس تتذكر سويت شيء طقك عرج وين كبرت؟ كلها يعني خسران ايوه كان عندنا دوار في هذا قلاليبه بالشرق كنا نمشي مشي من دسمه للشرق الله اساس اني هو هذول شلون العضلات والخشب يعني كذي شغلات بس حلوه يعني كانت ايامنا حلوه صحيح. يعني وايد بسيطه الحياه بسيطه اي والله وايد وايد كانت بسيطه وحلوه يمكن حتى احنا اتوقع راشد لحقت على يوم البحر ايه للحين موجود يوم البحر الحمد لله يعني لحق عليه قبل القديم يوم يوم البحر الاولي كان ديره الاولي اوف وايد حلو وايد الاولي ابو خالد الحين الحين هالكبره صار ابو خالد لا كبر لو اللي كان ديره ايه كان اكبر بالضبط الحين هذا البنغاليين حياكم الله حياكم وخالد خلينا نتكلم على الان الناس اللي تستغل موضوع هالزحمه ومثل انتم مشغولين بالمسرح غير مشغول في اعمال ثانيه الناس اللي تسافر يكتفون بالمسج يعايد بالمسج او عن طريق الواتساب والتكنولوجيا هذه يستخدمها ويسخرها حتى في هذه المناسبات المميزه والمناسبات الدينيه والمناسبات الجميله تتفق تختلف تعليقك على الموضوع شوف هي زينه شينه قد تكون زينه للناس اللي برا الكويت مسافرين مثلا او برا الكويت ربعك دول عربيه دول خليجيه يتواصل معك عن طريق ندق عليك تليفون ما دق عليك تليفون داز لك رساله كل عام بخير تحس انه هو على الاقل ذكرك يعني قبل احنا تشره ايش دعوه الباب عند الباب يعني حتى لو كان انت بحول اللي هو في خيطان تقول ايش دعوه الباب عند الباب ما تجي ما تطق الباب انا اكبر منك على الاقل تعال عايدني الحين ما عادت هذه يعني الحين بشكوى والله حتى حفلات الزواج صار قام يدعونك بهالتليفون يعني متعايز انه يقط لك الكرت عند الباب ولا ولدي صح هي حلوه زين والله كثره الناس اوكي ما يمنع بس في خصوصيه تصير مثلا يعني لك معزه خاصه يعني مثل فلان انا لو مبارك والله اقول لك تعال ولا ابي عازمك كذي في ميانه بيناتنا لكن ابو دكتور بلال ما اقدر اقول له بالتليفون او ادز له هذه لازم اودي اقدره واجيب له اقول له تفضل دكتور هذه دعوه يحس بمكانته انه عشان لما اي مناسبه ثانيه يعني سواء كان زينه او طول عمركم شينا ان كان يقدرك صحيح. الان ما عادت هذه يعني هي ما على قولتهم مالت التواصل الاجتماعي
تفيد وما تفيد يعني إيه هي بس هي الارتباط بالناس صارت أسرع. صحيح. ارتباطك بالناس صار أسرع وخصوصا الجروبات هذه طق واحدة ولا كل البشر عندك طق وش ودي زينة شينة يعني بس شو نسوي هذه الدنيا كبرنا يعني الحياة كبرت البشر كثرت. أيوة. كان الكويت شكثر كان طق الباب هذا البيت الأخير آخر بيت يسمعك الآن ما في مجاز يعني جاز يعني من كثر يعني من قلة الناس الآن لا الآن وين الأحمدي وين الدنيا الحين صارت قريب الحدود دي وحدود الشمالية وحدود الجنوبية وملهيمان وين توصل حق الله مالك إلا بهالتليفون زال خير بديش لين رايح هالتليفون سوى التليفون والله تليفون وتكيف والسيارة كل شيء الواحد فيه يعني سلبيات وإيجابيات يقول لك اللي قراب مني حيل أروح واتعنى لهم لي شوي بعاد مني أوجبهم شوي بمسج عشان الواحد ما يكسر بخاطرهم إحنا أكيد راح نستمر في الحديث معكم والعيد وأيضا المسرحية الخاصة فيكم لكن خلونا نروح بريك صغير وبعدها راجعين يلا عاش وعاش حبايبنا ومفتون قلبي في هوى الغزلان يعبد مسكيني طرد الهوى وكفر بالوا ايوه في هوى الغزلان يعبد مسكيني طرد الهوى وكفر بالوا ومفتون قلبي في هوى الغزلان يعبد مسكيني طرد الهوى وكفر بالوا الله 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 في لفة الجد مار صوبي بالعمال ذاك الأخطار الله 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 ذاك الأخطار أقول يا زل المها يا باشة القدر فوق بحال الممتني انت سبب ذا أقول يا زل المها يا باشة القدر فوق بحال وقفتوني قلبي في هوى الغزلان يعبد مسكين طرد الهوى وكبر بلوى مفتوني قلبي في هوى الغزلان يعبد مسكين طرد الهوى وكبر بلوى أكفى وخلني وحيد نقطع البدل حولي وش بدي تعدد لي مطايا أكفى وخلني وحيد الله الله كسر عيني من بعد سبحاني ربي صور يا ذي من غطى الله 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 من بعد سبحاني ربي صور يا ذي من غطى وقفتوني قلبي في هوى الغزلان يعبد مسكين طرد الهوى وكبر بلوى وقفتوني قلبي في هوى الغزلان يعبد مسكين طرد الهوى شو صبقه الله الله والغزلان يعبد مسكين طرد الهوى وكبر بلوى مفتون قلبي في هوى الغزلان يعبد مسكين طرد الهوى يلا اسمع صوت مع الشباب عاشق الله 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 يعطيهم العافية يسلمون يسلمون
يا حلالة العيد هالهلالة والله. ورجعنا بعد هذا البريك ومكملين مع نجومنا من نجوم مسرحية البومة، تكلمنا عن ذكرياتهم في العيد، لكن أحب نعطي حيز لمسرحيتهم اللي هي البومة، نتكلم على البروفات اللي كانت خاصة فيها، متى بديتوا فيها مبارك؟ طبعا بروفات مسرحية البومة بلشنا فيها من أول أيام رمضان. تقريبا أول أسبوع من رمضان، بعدين قمنا على فترتين نسوي بروفا اللي هي قبل الفطور وبعد الفطور، على أساس أن نبدي عاد في شيء اسمه خلاص الفينيشنج، يعني قاعد نقفل المسرحية مثل ما يقولون. البروفات برمضان طبعا يعني لها طعم خاص ثاني غير شلون؟ يعني يكون في جو التآلف وما شاء الله الكاست كامل تلقينا، يعني خصوصا وقت الفطور يبلش اللي جايب الجيمات اللي جايب عاد نشوفه النقصة مات بيتهم كل واحد عاد وشنو جايب، واللمة الحلوة والشغل الحلو يعني ما شاء الله لا الله الجماعة ما قصروا. سلطان، في سمرات تصير بالبروفات، غناوي تسمر مرات بعد الفطور؟ هذه بعد الفطور اكيد لا بد على الخفيف، يعني على الخفيف كذي، يعني اذا في اذا سمرات دينيه انا شيد تصير. ايوه اذا اذا في مشهد في المسرحيه ما يضر، يعني ما يضر. نعم. أيوة مثل ما قال، طبعا مثل ما قالوا الاخوان، يعني اخوي مبارك المانع مثل ما قال، احنا تعودنا على بروفات ما قبل الفطور، ما في تعب، ما تتعبون، ما بالعكس يصير لنا اخف، يعني ما تحس بالوقت. نصلي العصر الحمد لله رب العالمين، امفينا طبعا ابونا ابو خالد الحمد لله، بعد صلاه العصر نبلش على طول يعني بروفتنا تقريبا ما قبل الفطور، واذا بعض المرات نشبكها للفطور نتفطر في في البروفه شباب، ومثل ما قال اخوي مبارك اللي بالجيمات ذاك اليوم جايب لنا سبور في رمضان مره اكو واحد ياكل سبور فبروفتنا تصير خفيفه وحلوه وهذا وضحك ما تقول حتى الافين ولد يعني يعني يصير شلون يعني اذا ما في ضحك بالكاست صحيح وما في ما في جو تآلف ما حتى الفه ما ينوجد يعني حتى فلقيتوا انتم هذه الالفه ما بينكم بين زملائكم في هذا العمل في هذه المسرحيه مسرحيه البومه؟ اكيد الحمد لله، والحين ان شاء الله العيد يعني الحين طبعا الحين مسرحيتنا الحين عرضها الحمد لله رب العالمين في اقبال جماهير الحجز عن طريق الاونلاين ها؟ اي ما شاء الله الحمد لله التليفون تقدر تحجز صعب انتاجيا صعب ما يصير حجز على انستغرام ولا ما يصير؟ شيء جديد شيء جديد جمال، شلون البروفات معك؟ حسيت بتعب؟ حسيت بثقل وقت البروفات ولا الامر طبيعي عندك؟ والله انا نبيك تقول الصج الحين عاد الصج؟ اي الصج، انا والله اشتغلت وايد اعمال بس عمل مسرحيه البومه كني ما عندي مسرحيه والله شو؟ يعني كني ما عندي مسرحيه يعني ممتاز ما حسيت ان عندي مسرحيه يعني ما شاء الله الربع وضحك وناسه ما في واحد يقول يلا يلا لا تتحجج ليش كنت كنت ولا كلنا يعني اسره واحده كنا جايين قاعدين ديوانيه وناسه وضحك لا الحمد لله والله انا يعني ما حسيت بمجهود ولا حسيت بتعب ولا حسيت هذه دائما اجواء اخونا طبعا الله يذكره بالخير اخونا محمد الحملي مخرج المسرحيه ما شاء الله عليه هو دائما اجواء كذي يعني ضحك وما ضحك حتى ابو خالد يعني ابو خالد اكيد ابونا ابو خالد يعتبر القايد يعني ما يحتاج ما في ابو خالد دائما كذي وهو محمد الحملي مسوين توليفه حلوه يعني ذكرت هو طبعا السهره مشاهدينا مكمله معاكم ان شاء الله بعد ضيوفنا الكرام استاذ عبد الرحمن استاذ مبارك وسلطان والشطي جمال اخونا اكيد معنا ايضا الفنان ابو راشد محمد الحملي وايضا فنانين كبار معنا ايضا السماح معنا نسرين ويانا ايضا وهم ان شاء الله السهره مستمره معاكم ان شاء الله بعد اخواننا احنا قاعد اقول لك البروفاتنا ما كان فيها تشنج التشنج دائما يذكره ابو خالد في تشنج يصير بالمسرحيه انت بقول لك ربو يعني حالات التشنج في بعض الاحيان احنا عندنا دكتور جاهز يعني جاهزين للتدليك إسباجاه ما يقولك كذي ولا حاجة تشجعني بس تحصل بعض هذه الأمور في المسرحيات يعني أغلب الأعمال المسرحية يعني الشد أنا حصلت لي مرتين أنا حصلت لي مرتين في مسرحية لولاكي مسرحية لولاكي الأولى لأن لولاكي الأولى أنت شفتوها لولاكي الأولى كنت نرقص ونغني ونلبس هندية ونلبس مش عارف نلبس وذي فكنا نسحب فنتعب وانا من نوع بعد الحمد لله اني انا رياضي يعني فمن كثر ما انا كل اربع خمس ايام اروح اعمل مساج لازم اعمل مساج خصوصا للريول هذه فحصل لي تشنج وانا على خشبه المسرح ضربت ريولي كذي وتشنجت وقفت ريولي فقعدت امثل وانا واقف كذي بس بريل وحده وشاي ريولي ما هي قادره تتحرك قلت
لازم اطلع وانا اتحكى مع زملائي لان تعرف بلاي باك موسيقى ما حد يسمعك. فلما تقول حق زميلك يقول انا بطلع ترى صار عندي تشنج. فسوى حركه الله يذكره بالخير معي رشيد محمد رشيد شقلني وطلعنا برا طلعنا حتى ما كان وقتها انا كان وقتها قاعد يمثل دور واحده عراقيه وهالسوالف هذه عجيب محمد الله يذكره بالخير ولجله تحيه والله بمزهر الله طلعنا وسبنا وردينا مره ثانيه انا مره انكسرت ايدي على المسرح حطينا خشبتين وكملنا المسرحيه. احنا ملكنا احنا مو ملك انفسنا احنا ملك هالناس هالناس هذيل هالناس هذيل متعتهم متعتنا فرحتهم فرحتنا صحيح. اهم شيء انك تحترمه صح. اذا احترمته وقدمت له شيء جميل الناس كلها تحبك وتحترمك حتى لو كان عملك متواضع وجميل يقولون والله لله الحمد طلعنا بافاده واستفدنا وضحكنا وابتسمنا وشفنا عمل ممتاز. هذه البومه مسرحيتنا البومه احنا ولولاك تشوفك لولاك ثري اكيد عملنا هذا يا اخي انا اخوي محمد احنا وايد حريصين يعني من معنا شباب لو تقولهم سووا فقره بروحكم يسووا فقره على المسرح بروحهم من كثر ما هم ما شاء الله عليهم عندهم طاقات وعندهم حس جميل اللي تاخر ولا اللي ما يتاخر ولا اللي ما عندنا احنا ذاك التشنج مثل ما قالوا اخوي جماعه سليم. ما عندنا التشنج هذا يشهدوا لي اني وانا على الهواء معاهم الحين وخلي يقولون كلمه يوم من الايام احنا زعلنا العمل سلس يعني مع باقي المثل انا للأمان بقول كلمه الروح الحلوه تفرض على العمل كامل انه يطلع بصوره حلوه صحيح للامانه يعني لما تكون انت بشد ما تعطي ما تقدر كممثل انك تمثل لكن لما تشوف اللي حولك كلهم سلسين وسهلين بالتعامل وحابين اللي قاعد يسوونه والروح حلوه دائما ينعكس هذا على الجمهور اكيد والابتسامه الحلوه اكيد هذا اهم شيء وانا اتوقع اكثر شيء يحرككم حتى اثناء اصابتكم في المسرحيه مثل ما ذكرت ابو خالد حب الناس لكم ويايتهم لكم فاكيد هذا اللي قاعد يعطيكم الدافع كنجوم الله يقطعك كلام بالخير يعني احنا كان الاسماء والنجوم اللي يقول لك النجم الفلاني والنجم الاستاذ فلان وعبد الحسين ولا حياه ولا فلانه ولا عبد الرحمن ولا اين كان هذا ما طلع من فراغ اطلعوا من حب الناس انك انت موجود خصوصا كاريزمتك الكاريزما مالتك هذه ما تنحب الا لم تكن ان الناس حابينك صحيح اذا صحيح ما حبوك كاريزمتك ما تملي ولا والله لو تردح مني لا باكر صح حب الناس انك تحترمه وتقول وتعطي طاقتك وتقول له الاشياء اللي في قلبك ونس الناس بس في حدود اكيد اكيد انتم تستاهلون هالمحبه ترى ابو خالد وقدها وقاعدين نشوف هذه الابداعات اللي تقدمونها في كل فتره سواء كان مسرحيه ولا سواء كان حتى دراما تلفزيونيه لكن يعني شدني كلامك قبل شوي ما بين تعاونكم كشباب وكنجوم اكيد كبار مثلك وشرواك شلون تشوف التعاون ما بينكم هل يعني يمكن قبل يقولون لا النجوم بروح والشباب بروح الحين قاعد نشوف لا ما يخلى مسرح من دون شباب من دون ما يكون اكيد في نجوم كبار فيه شوفي الواحد ما يقول لك بتاخذ زمنك وزمن غيرك مستحيل لكن الحمد لله شوفيهم مبارك ولا سلطان جمال طبعا هو قديم بس صار له يمكن 10 سنين او 12 سنه 14 سنه تو قاعد يمثل على كبر دش بس روح شبابيه يعني واحنا معانا هبه الدري معانا اشواق ومعانا ناصر الدوب وكلهم شباب حلوين ومعانا ضاري ومعانا يمكن ما يحضرني اسماء محمد باش معانا اسماء شبابيه حلوه ما عندنا شيء اسمه عالي ونجم كبير بس احنا بينات صدق انا قلت لها للامانه هم كانوا موجودين دائما احترامي وجودي ومكانتي موجوده بيناتهم ويكلموني بادب ما تصورين بس انا قاعد احاول اكسر الحاجز حاجز اللي هو التفاوت بين هذا لا احنا اخوان على المسرح فنان عبد الرحمن العقل عبد الرحمن العقل انا برا المسرح اللي انا ابو جاسم داخل المسرح على قولتهم داخل المسرح بالشخصيه اللي نعملها بتعامل معاهم باسمي اتعامل معاهم بامكانياتي الفنيه مع اخوي مبارك او سلطان او جمال عندنا شيء نجم عود ما نجم عود اذا بتبي تعالى تبطبط على طول تبي تقول انا والان الله بعدنا منها ما عندنا وهذه النجوميه يا ابو خالد وهذا ولا غريب عليكم انتم كفنانين بالتاكيد تعطون هذه الفرصه للشباب تاخذون بدينهم وتكسرون هذه الحواجز على خشبه المسرح سلطان يمكن ما حسيت اخوي راشد كلمه مكتوب خير اسف يعني لله الحمد مو بس بالمسرح عندنا في التلفزيون الان قاعد ياكلون الصخر شوف شباب تنافس شوف مسرحيات الاطفال الموجوده الان صحيح. مسرحيات كل واحد قاعد يتنافسون بالامكانيات الموجوده شباب عندنا في الكويت وهذا لصالح منو ابو خالد لصالح منو لصالح الكويت لصالح الكويت لصالح الناس ولصالح الصحه الفنيه نبي بس شوي المسؤولين يسمعوني ومبارك لهم بالعيد يهتمون بهالشباب نبي مسارح ما نبي صالات عروس كله حاطين خشب ثلاث ارباع نص الفلوس تنحط على الخشب صحيح. والله العظيم صحيح. كراسي صحيح. اضاءه فلوس مش مجهزه حق الاضاءه احنا ليش غرناطه هدموها ليش ما خلوها دخلوها للحكومه سالميه ليش هدموها صح. ليش ما دخلوها للحكومه مسرحين حرام في ايدنا ينهدمون لكم 50 ب 51% يا الحكومه خذوها قالوا يبنون بدالها
وين الحين بينهم واحد واحد يقال احنا نبي في كل محافظه مسرحين مو واحد اقل شيء كنت اطالب بواحد الحين في كل محافظه لاخذ مسرحين اقل شيء بعد ويمكن نلحق وما نلحق ليش احنا قاصرنا شيء صح. الحمد لله عقليه ثقافه عندنا الحمد لله عندنا مسؤولين مثقفين يفهمون كل شيء حتى انتم مسؤولين من اللي تقدمون ابو خالد انتم ايضا اللي تقدمون على خشبه المسرح هذا انتم مسؤولين عنه بيديكم امامكم الطفل امامكم الجمهور امامكم ناس كبار فانتم مسؤولين عن هذا الجانب عندنا صحيح. والله من اروع ما يمكن مخرجين مبدعين في المهرجانات يجيبون جوائز من برا ودخل هاي مبارك صح ولا لا صح والله جد صحيح. بس نبي بس المسؤول يقول خذ احنا مو بس كذي استاذ عبد الرحمن ايضا في بعض دول الخليج والدول تستعين بشبابنا كمخرجين وككتاب وممثلين الخارج قاعد يستعين فينا قاعد يستعين فينا والعكس اللي حاصل يعني ما شاء الله يعني احنا عندك طاقات بس ما عندك مباني مثل ما قال عمي بخال يعني عندك برا عندك مباني بس ما عندك مثلا طاقات يفتغرون مثلا طاقات مثلا وانت قاعد تقول استعينوا مخرجين استعينوا ممثلين انتم الان كشباب حاسين بهذه الفروقات او حاسين في هذا في جاب ما بينكم وبين النجوم وجيل الرواد وهالفنانين ابدا ام حاسين فعلا مثل ما تفضل ابو خالد ان فعلا في الافكار متقاربه والروح متقاربه ابد والله بالعكس قاعد يعاملونا كاخوان قاعد يعاملونا كابناء يعني اليوم هذه اول مشاركه لي على خشبه المسرح مع ابوي عبد الرحمن العقل ابو خالد يعني انا اعتز اليوم واتشرف يعني في ايام البروفات في رمضان يوم كنا نعمل البروفات بالعكس تعال هني ما يعني ما بخل علينا يعني بنصايحه تعال هني لا فيك هذا قول له دزه مني هذا يبه مني هذا حطه مني هذا سواء حق يعني ما في نسمع يقول لك بعض النجوم الكبار والله يبي الافيه وهو يقول ما في فيها التوليفه هذه فرشات حق بعض يمكن قبل لا اشتغل مع ابو خالد يمكن اكون يعني ما ادري انا اليوم باكر بشتغل مع ابو خالد ما ادري انا ابو خالد بالعكس يعني انا اللي كنت اسمعه من الشباب قبلي انه بالعكس تعالوا شوف ابو خالد يعني احنا نتكلم بشكل عام يعني حتى لا يفهم السؤال انه عن لا لا انا اتكلم اليوم انا اتكلم اليوم عن ابو خالد عن ابو محمد ار العلي عن يعني انا يعني عن يعني جيل قديم يعني يمكن الله يذكره بالخير محمد العجيمي اشتغلت معاه يمكن مسلسل هم نفس الشيء ما شاء الله يعني بالعكس يعني ابو حسين داود حسين ما شاء الله يعني بالعكس نفس التفاعل نفس العطاء يعني بالعكس ما يبخلون عليك اليوم انت عندك شيء قوله عندك اذا انت عندك شيء بداخلك بالعكس تعال وقوله عندنا هني نعطيك مجال والله للامانه يعني للامانه يعني الشباب وايد ممتازين يعني وايد ممتازين والطاقات الفنية عندنا يعني في أنا ودي بس أحصر بس أعطيك مثل على مسرحيتنا البومة بس شوف الديكور اللي مسوينه تعال شوف الإمكانيات المطر والدنيا والبلاوي اللي حاطها محمد بالشغل فيها إمكانيات غير طبيعية تعال شوف الأفكتات تعال شوف الموسيقات تعال شوف الألحان المخرجين الاثنين شلون قادرين يتنسقون يعني المخرج إحنا نعرف المخرج محمد الحميلي وأيضا معه مخرج ناصر الدوق حبيب الدم هذا عسل على المسرح عسل شلون مخرجين الاثنين المسرحية يا 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 مخرجين الاثنين اللي عمل مسرحي أبو خالد شلون ماشي عملية لأن محمد شوف ما نبي نمدحه عشان ما يبي ينتفخ علينا وايد محمد قاعد يقتل روحه واليوم كنا في الانستغرام قبل كم يوم قبل اربع ايام باخر ايام اربع ايام لرمضان انا حاط بالانستغرام صايده ونايم الساعه 6 الصبح ولا 7 الصبح ونام له ساعتين ورجع يسوي بروفات معنا عشان يسوي بروفات امينه مع بروفات الثاني ما طلعت مسرحيتين معي يعني هم معي انتاجيا في الكبار وامينه هم موجود معي يعني هذا الانسان عنده امكانيات بس لازم يحط له مساعد مخرج معه وناصر اصلا هو مخرج صح. مخرج مبدع في المهرجانات ومعروف وبعدين ممثل عسل ناصر يا زينه وبعدين عندك هبه الدري عجينه على المسرح تذكرني بنصوره انتصار الشرح بنصوره لما الحين معي وصارت يده بس اسميها الحين نصوره حبيبتي عايده بالمبارك عايش مبارك ما بقول لك يعني هي انسانه عجينه من اروع ما يمكن وما تقطها تقول ويا الشباب الشداد ما بيمدح مسرحيته لكن حقيقه اللي شاف لولاكي 3 استانس فيها البوم راح يشوف شيء غير صح واللي غير وإمكانيات وفيها سقطات من أروع ما يمكن اللي يعجبني ما قاطع كلامك يا أبو خالد اللي يعجبني دائما بفكر محمد الحميلي إنه دائما يدور الأفضل يدور الجديد الفكرة الجديدة اللي ما انطرحت الشيء الجديد اللي ما انقال على المسرح تميز هذا يسمونه تميز فدائما يعني تلقاه كل مسرحية له خط فيها له لون يقول لك شيء جديد فيها يسوي لك فيها مثلا خدعة جديدة يسوي لك فيها يخليك تشوفها من رؤية جديدة يعني فصراحة يعني البومة أنا من أحلى المسرحيات وبعدين ترى هذا شيء صعب يعني إذا المخرج عنده اليوم مسرحيتين وجهد ترى يعني يوم كنا نشتغل في رمضان يعني كان يعني كنا نشوف التعب هذا وكان يعني أنا استحي على وجهي لو تأخرت اليوم او باكر مثلا قلت والله عندي ظرف يعني قاعد اشوف ما شاء الله عليه براشد هنا الساعه 6 الصبح ينام
في البروفة في مكان البروفة ينام ساعتين يقعد عشان شنو يكمل مسرح. هذا غير هذا غير هذا غير هذا غير يروح يسوي الإعلانات، غير يروح يسوي المسرح، غير يسهر ما أدري وين، غير يروح يسوي الخشب الدنيا تعالي بالمسرح، يعني حاتي كل شيء، يعني هو الممثل وهو المخرج وهو كل شيء ديكور. الوحيد اللي شاط فينا جمال الشطي ويخرب الشغل جمال. بروفتنا الساعة 3 أيام البروفات قبل الساعة 3 هي الساعة 2 إيش حقه يا 2 التزام. هذا التزام الفنان بدون التزام شنو فائدته؟ يا اخي واحد والله يجون الناس على كيفه ندق على 20 مره على ما يجي. اي والله زين يعني عشان انا فنان ومعروف لا ما يصير حالك حال اي واحد يعني لازم تكون ملتزم. صحيح لا على فكره نقطه مهمه اللي قالها صح بالتاكيد انا اشوف الفنانين الكبار شلون يلتزمون ويون البروفا قبلك يا اخي انت تخجل. هم القدوه هم القدوه يفترض انك انت إيه. صحيح حتى لو عندك ظرف كامل سبحانه وتعالى انعم علينا بهالكاستنج. امين يا رب العالمين. وانا بعدها بلتزم بالوقت والحين لازم نروح بريك صغيره، بعدها راجعين مستمرين مع ضيوفنا نجوم مسرحيه البومه. وانا ما بك توعدني تنسى وعدك الليله، وانا ما بك توعدني تنسى وعدك الليله، ولا يا طير يا الاخضر وين بلقاك الليله، هلا يا طير يا الاخضر وين بلقاك الليله، انا ما بك توعدني وتنسى وعد الليله، انا ما بك توعدني وتنسى وعد الليله. جدد معاك الموعد، تعال الليلة بنغني جدد معاك الموعد. يلا وين معشو الله صبقه صبقه عشو بالدم. أنا والحب لك جينا نبارك خطوتك بالدم، من الأفراح غنين تهنى يا حبيب القلب، من الأفراح غنين تهنى يا حبيب القلب. سامحني إذا خطيت الليل، لك أيام جرحنا وداوي جرحي الليل، لك أيام جرحنا وداوي جرحي جرحي. الله الله عشو عشو أنا ما بقى توعدني وتنسى وعدك الليل، أنا ما بقى توعدني
يسلمون عاشوا حلوين. لكم انتم في الامان، احنا نضيف عندكم. انا ودي اليوم اسمع اغنيه يغنيها هو في المسرحيه. ايه احنا الحين بنحكي عن المسرحيه وعن الشخصيات. ايه ما عليك منه ولا اغني بالمسرحيه ولا جاي. هو اللي قاعد يغني بالمسرحيه. ما شاء الله. احنا عندنا في المقدمه في المسرحيه ان شاء الله، مقدمه المسرحيه عندنا اوبريت. اوبريت جميل حلو، ماني قايل لكم بس في حوالي يمكن 4-5 الوان في مسرحيتنا. عندنا استعراض في المقدمه، حوالي عندنا كم اغنيه كذلك في الوسط. عندنا طبعا ان شاء الله لما الحين قاعد على قولتهم قاعد يحفظ كلماته، واحنا قاعدين نعرض يحفظ كلماته. المسرحيه ابو خالد، الان المسرحيه مده العرض ايش كثر؟ والمسرحيه احنا شفنا البروموشن مال المسرحيه، شفنا الديره تغرق. ايه والاسم انا ابي بنختار الاسم البومه. طبعا ما لحقت على الهدام انت. الهدام لا ما لحقت، سمعنا وشفنا. احنا مو تراثي شغلنا طبعا. الديره تغرق، احنا نغرق والبيت يغرق. اسال ماني قايل لكم؟ لان حلاوتها بغرقتها. حلاوتها بغرقتها؟ بغرقتها اي. انا اقول لك يا ليش؟ حلاوتها بغرقتها التعاضد لأن احنا اسره. صحيح. ما بيحرق اهل الكويت اسره، الخليج اسره. صح. الوطن العربي اسره، اذا ما يتعاضدون يغرقون. وانت شايف ما شاء الله عالمنا العربي قاعد يغرق شوي شوي يعني، للاسف نقولها يعني شيء يحز بالنفس. فاحنا نحاول هالاسره هذه تكون متماسكه. شلون وش اللي صار هذا تشوفونه في المسرحيه. للأمانة أقول لك إياه الجو جميل، والأسلوب الإخراج اللي إحنا عاملينه إن شاء الله راح يعجبكم. الحمد لله الحمد لله قاعدة جماهيرية من أحلى ما يمكن. الحمد لله. وإن شاء الله اللي يلحق يلحق على الأيام الجاية. الاسم من اختار الاسم؟ البومة. البومة اللي البومة هو نفس اللي اختار البومة. من هو يعني المؤلف شو سوى؟ ما أقدر أقول لكم. لا لا والنعم فيه سوري يعني أخو عزيز حبيب محمد هو المؤلف والمخرج العمل يعني. كان لها اسم غير الاسم هذا، بس ثاني كنا مسمينها العتوي، بس نص غيرنا خذينا نص ثاني العتوي. طبعا عشان موجود عشان لا احد يبوق الاسم مسرحيه غير المسرحيه هذه. ها مسرحيه موجوده ثانيه اسمها هي جاهزه. اي العتوي هم بعد نفسها لنا، وان شاء الله اذا الله راد ان شاء الله تنعرض ان شاء الله بعد مسرحيه البومه. بعد البومه ان لم يكن اذا ما كانت انتخبوا معالي 3-2 يعني. الله ان شاء الله انتخبوا معالي 2. قلنا شوف قلت انت الله متى انا اقول انك ما اقول منتخب معالي يقولون الله يقول لي مو الحين مو وقتها بعدين محمد. لا والله وقتها صح. الحين راح تنتخب معالي، الحين رشحوا معالي، الحين خلوا معالي موجوده، صارت وزيره وصارت نائبه وصارت كل شيء. لا لا او صارت نائب ما نقول نائبه. لا وهي بنفس المسرحيه كذلك، انا اللي كاتبها المسرحيه ومجازه الحمد لله المسرحيه، وراح نعملها ان شاء الله. بس البومه من المسرحيات اللي لها واقع اجتماعي، فيها اسقاط سياسي، فيها اسقاط اجتماعي، فيها اسقاط كوميدي، فيها اسقاطات انسانيه، فيها تبين الاسره وترابطها في بعضها البعض. صحيح. يعني كوميديه، هي كوميديه بحته، بس في لها مواقف. مو كل شيء ضحك من اجل الضحك، ضحك من اجل انك تضحك على نفسك في المواقف. اقول لك شر البليتي ما يضحك اكيد. وهو اتوقع يعني اسرع رساله ممكن الواحد يوصلها من خلال المسرح، من خلال يقدمها في قالب كوميدي للمشاهد. مثل ما احنا نقول دائما مسرح اكيد راح يكون مشاهد، فممكن تكون هذه القضايا مهمه الناس ساعات تكون غافله عنها، محتاج ان الواحد ينبهها. خلها بقالب كوميدي خفيف لان تعطيها جرعه خفيفه وبهارات اساس نقدر الواحد يستقبلها يعني. بالضبط. والرساله دائما اذا جت بطريقه الكوميديا عن طريق الكوميديا دائما توصل اسرع للقلب وتنفهم اكثر. هذا هو. أيه. يعني بما ان ابو خالد قبل شوي ذكر انتخب ام علي، يعني ودي اسال بس السلطان ومبارك، ما انتم يعني شباب توكم في المسرح، هل تشوفون ممكن انتم تقدمون مسرحيات تكون خالده لمثل نقول ل 20 سنه قدام؟ والله ليش لا، اذا عملنا مثل ما عملوا الفنانين الكبار اللي هم قدوتنا اليوم، اذا كان مثل ما ذكر العم ابو خالد يعني كانت بينهم الالفه والمحبه. لو ما في الفه ومحبه ما استمرت مسرحيتهم للحين. اذا ما كان بينهم تعاون كان ما استمرت مسرحيتهم. اذا سوينا مثلهم
وصار بيننا تعاون وصار بيننا ألفة ومحبة، وبالعكس احنا ربع ونباصي بعض بالمسرح ونقول ونعطي، وما في حد كبير يقول لا انا الكبير، وما في حد صغير يقول لا انا ابي كذي، وانا عن طريق والله المعرفة وانا عن طريق الواسطة وكذي، وانا يعني بالعكس اذا كانت في ما في الأنانية مثل ما ذكر اخوي جمال، يعني اليوم اذا صار في ألفة وكذي بالعكس مسرحياتنا تستمر ل 20. لكن ايضا نص الجيد مطلوب، ايضا التوقيت الجيد مطلوب، وايضا الاخراج الخشبة الإضاءة توظيف الحديث ايضا كل هذا مواكبة كاملة. انا قاطعك على الجرح شوي بس هذا كله جمال. مسرحيه البومه تقدر تقول لنا شيء عن شخصيتك في هذا العمل؟ والله انا اذا سمح لك المنتج طبعا هني ولا لا بس لا تفرش كل شيء وتفضحني. لا 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 ماكو فايده. شخصيتك في هذا العمل؟ انا شخصيتي مقاول. مقاول اي انا المقاول اللي يوديهم ورا الشمس يعني في ذاته ضاربه بس يكون قاعد يقول يهددهم يقولهم طلعوا من هالبيت ترى البيت هذا راح ينهدم هو ما يسمعون بس على توضح بس خلاص قلت كله مصطلح غرق انا قلت شيء ما قلت شيء انا قاعد على مسرح الدعيه ان شاء الله ان شاء الله على مسرح الدعيه موجودين الان احنا قاعدين نعرض على مسرح الدعيه. الساعه كم ابو خالد؟ احنا عندنا لحد الان يمكن ان شاء الله نفتح بعد لقدام ونفتح بعد ويك اند ان شاء الله عقب العيد راح نفتح مشيئة الرحمن. عندنا عرضين لا نزال الحين عندنا من 5:30 وعندنا الساعة 9 أو 9:30 كذي الساعة 9:30 والحمد لله مكيف المكان مرتاحين في الكراسي جيدة الموجودة إن شاء الله وراهي المكان حق الدشة والطلعة سيفتي من أحلى ما يمكن وهذا أهم شيء وشباكنا موجود وين دورة الرضوان في الدعية صالة الشهيد فهد الأحمد ايضا متواجدين على انستغرام لكم انستغرام خاص بهذه المسرحيه مسرحيه البومه يعني احنا على الاونلاين الله عليك مده عرض المسرحيه هي شوف هي المسرحيه لان ما شاء الله كلهم كوميديانات تدري الابداعات والامكانيات اللي دي فيها راح تزيد بهاراتها شويه احنا لحد احنا عاملين حسابنا ساعتين ونص ثلاث ساعات بالكثير مع الفرشه يعني مع هذا عشان نقدر يدخلون الجماعه اللي العرض الثاني هم مرتاحين بس ماكو امان. مبارك شخصيتك في هذا العمل اذا نقدر يعني نعطي بعض المعلومات للجمهور. اي شخصيتي انا ماخذ بنت ابو جاسم اللي هو شخصيه عبد الرحمن الفنان ابو خالد يعني من رؤيه الـ 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 الشخص اللي هو اصولي يبي يكوش مثل ما يقولون على البيت يبي يحط ايوه انتهازي يبي يحط سيطرته على البيت وعلى يعني اماكن معينه في البيت. اذا قلت اكثر من شيء راح اقول لك شنو المسرحيه. بعد قلت هذول نسايبي نسايبي سلطان ومبارك نسايبي هذا دخيل على البيت. انا مقاول هذا المقاول مقاول كان سلطان طبعا عديل طبعا عديل مبارك في أيه. المسرحيه تتفق وياها تبقون البيت لا يعني اخذين بناتي شخصيتي يعني احب مرتي وايد ويعني معيل منها عندها عيال عندي عيال منها وجري فاحبها من كثر ما احبها مسيطره علي شويه يعني هذه واحده خفيفه بس ما احنا قايلين كل شيء وفي افهين لو يسمح خلاص خلصنا المسرحيه يعني وجونا حلو كذي وهم يعني مالي راي مره شوي تلقاني مع مبارك شوي تلقاني مع عمي بعيش من الاخر ابي بيستين وبعيش في غناوي ما بينكم بين بعض في كل خير كل خير غني مبارك اغنيه بس لحد الان سلطان يغني مو حافظ لحد الان بس هالشكل بس هالشكل يعني الغنى بلاي باك ولا هو طبعا تقول بلاي باك لنا موسيقى الحان دنيا ما تدري العروض القادمه ايش يطلع ممكن في سكك معينه ما تدري العروض سمرة لايف يعني ممكن تصير وحده شيء خفيفه يعني شيء زعده هذا الجمهور هم اغنيتنا اونلاين بعد ترى مبارك احنا سمعنا ان انت عندك يعني مقالب تسويها في النجوم في المسرح في البروفات طالعت سلطان كنا شراكه الموضوع والله هذا ما قام يخلي يعني يوم ما انا طاق دشداشته وداش المسرح يوم هو طاق بلطو وداش ويعني انتبادل الاغراض في حب جميل بيننا ايه والله في حب يعني الناس ممكن يسمعون الحكي يقولون يبالغون والله ما في مبالغه وانا احلف والله خلصنا صيامنا على خير الحمد لله عساكم من عواده ان شاء الله لكن حقيقه والله العظيم بيناتنا حب الناس تحسدنا عليه وهذا اللي انا اللي يعني تحسين بالامان
بين لا 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 احد يتاخر، لا احد تاخر فوق التليفون، ليش هذا تاخر؟ ما ننطر اداره الانتاج يدقون على التليفون وين مبارك ولا وين عبد الرحمن ولا وين فلان، ما في ما في ما في. الله يديم المحبه بيناتنا بيناتنا، الله يديم العافيه. هذا باب نجاح صحيح، باب انفتاح. عندنا جروب ونتكلم بعض، ترى البومه هي اسمها البومه بس مو احنا بو، احنا احنا كناري ترى احنا كناري. ها بيبي متو طبعا محتواها يعكس، اكيد محتواها يعكس الاسم اللي مختارينه له. يعني احنا استمتعنا معاكم، اكيد الحوار كان جدا خفيف معاكم، يعني ما حسينا في الوقت هو عدى وخلصت معاكم اول ساعه. اذا حابين تعيدون احد، بما ان احنا الحين يعني على الشاشه ما مداكم تروحوا تزورون احد، بس انا بس والله بغيت اكلم الناس، يعني اخواني اللي قاعد يحجزون على الشباك معانا، في شباكنا مفتوح حق الكل، بس احنا والله العظيم يعني انا مصاحب العمل وذي معاي الاخ محمد، ما عندنا شيء اسمه نربطه في الكمبيوتر نحجز كرسي هذا ولا نحجز كراسي. اللي يحجز يحجز صح. الاول نفس الاخير، نفس البلوسط نفس اللي قدام، هذول الشباب. يعني حتى انا لو بغيت احجز لازم ادفع عشان احجز وامسك الكراسي بيديني ومدفوعه فلوس، لان الكمبيوتر والسيستم هو شكل لا حد يزعل منه. والنقطه الثانيه والله ولا تهرب من اي شيء صح. والنقطه الثانيه عفوا ابو خالد، ترى الكراسي صايره مدرج، يعني يعني, يعني يعني اللي ورا يقدر يطالع واللي ورا هم يقدر يطالع، ما يجب منظمينها بطريقه منظمينها مثل نظام السينما، يعني مثل كراسي السينما تقريبا. هو الاونلاين ساد راشد ابو خالد، ابو خالد اللي تابعنا بالكويت، اللي شاهدنا بالكويت وبالخليج وبالوطن العربي، شو تقولوا من معايده لجمهورك ومحبينك ودعوه في هذه لهذه المسرحيه، مسرحيه البومه؟ اقول لكم عامكم بخير وانتم بصحه وسلامه، وانتم كل عام وانتم بخير، مشكورين يا الراي على هذا اللقاء وعلى وقفتكم الجميله في معانا وتكاتفكم معانا لمسرحيتنا، وتشرفت واستانست وسعدت اني اشتغلت مع سلطان ومع مبارك ومع جمال ومع الاخوان مع محمد، ويا رب ان شاء الله يكون اعيادنا مو بس في عيد رمضان ولا عيد الاضحى، احنا مستمعين ان شاء الله مسرحتنا لعيد الاضحى ان شاء الله، وراح نطلع فيها السعوديه وراح نطلع فيها بعض الدول العربيه ان شاء الله موجوده، وخلصنا معهم ان شاء الله اذا الله اراد. وعيدكم مبارك، ويا رب يا رب يا رب اعياد دائما ان شاء الله بالامن والامان للكويت قبل كل شيء. امين امين يا رب العالمين، كلمه منك مبارك وتعيد فيها. انا طبعا مشكورين على هاللقاء اول شيء وعلى حسن الاستضافه، وكل عام وانتم بخير حق جمهور قناه الراي، ويا رب نكون ضيوف خفيفين عليكم وتحضرون لنا المسرحيه وتعجبكم ونكون خفاف عليكم يا رب، موفقين وعزيزين وغالين، وعساكم من عواده ان شاء الله. اخوي سلطان الفرش تقول اكيد طبعا كل عام وانتم بخير ويعطيكم العافيه على هالبرنامج الحلو، وكل عام والجماعه كلهم بخير، العالم كلهم بخير، حبايبنا وجمهورنا، ويعني اي قصور اسمحوا لنا عليه، وان شاء الله يعني هم تعجبكم مسرحيتنا يا رب العالمين، واحنا حالنا من حال ربعنا، وهم التوفيق للجميع حق كل الربع حق كل الفرق المسرحيه اللي نازله في العيد، التوفيق لهم ان شاء الله. وبس تعالوا لنا مرونا يعني اللي مره هي مرتين ان شاء الله اكيد. لا ان شاء الله اكيد، هذه دعوه منكم انهم يروحون يشوفون هذه المسرحيه الجميله اكيد. استاذ جمال انا اشكركم على هاللقاء واشكر قناه الراي. تسلم. ولا تنسون يا جمهور تعالوا لنا ان شاء الله. تعالوا شوفوا هالمقاول هذا اللي ضيع البيت وضيع الناس في المسرحيه مسرحيه البومه. كل الشكر لضيوفنا الكرام، وعساهم من عواده يا رب، وتقبل الله طاعتهم ان شاء الله. وهالمسرحية المميزة الجميلة، مسرحية سياسية اجتماعية، فيها العظة فيها الفكر الشيء الجميل هذا اللي كنا نطمح له، وإن شاء الله كلهم على يعني قدم وساق في هذا الجانب. مستمرين معاكم احنا، مستمرين في هذه الأمسية وهذه السهرة الجميلة مع فنانين معنا إن شاء الله في ليالي العيد بعد هذا الفاصل. ويجرحني ويداويني بعيونه الناس انا وبعيون فتنا وبعيون فتنا، ويجرحني ويداويني بعيونه الناس انا وبعيون فتنا وبعيون فتنا. صفقه فوق اطلع الله حلوين we
اقدر افهم فيه وشوق حبي وما اقدر افهم فيه وشوق حبي ويجرحني ويداويني بعيون الناس انا وبعيون 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 اسمع عاشو مشاهدينا بعد هذا الفاصل ومستمرة أيضا سهرتنا اليوم وليلة من ليالي العيد مع نجوم أيضا لهم وزنهم في الساحة الفنية. أكيد اليوم راح يكونون مشرفين معانا جروب خاص لي مسرحية جدا مميزة كنت راح نتعرف مع عليهم أكيد في حلقتنا اليوم. نرحب فيك أكيد فنانتنا فنانة سماح، حياك الله وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك. أيام سعيدة وكل عام وانتم بخير، وكل مشاهدينا على قناة الرأي كل عام وانتم بخير، وأجمل آيات التهاني والتبريكات لكل الشعب الكويتي ولكل اللي قاعدين يشوفونا على القناة الفضائية. سعيدة وايد أني أنا أكون معاكم ويا جروب مسرحية أمينة، كل عام وانتم بخير وانت بصحة وسلامة، وإحنا سعيدين أيضا بتواجدك معنا وعودتك إلى الشاشة وعودتك إلى المسرح وإلى بالتأكيد للجمهور وكلش ناسك ومحبينك، فكل عام وانتم بخير. وش بعد شوي ان شاء الله ندش بالحوار نتكلم ان شاء الله. حياك الله الساعة المباركة. ايضا نرحب بفنان شاب نجم صاعد، يعني خطواته ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني خطوة بخطوة قاعد يمشي في الاتجاه السليم بشهادة الأمانة جمهوره وبشهادة النقاد، قواه الله ويعطيه الصحة والعافية. واجمل ما فيه الأمانة انه يشرك الكل معه، ما عنده احد معين، لا الكل معه يشترك في اي عمل وهو يشارك فيه ويقدم. يمكن سمعتوا عنه في البدايه ايش قال عنه الفنان القدير عبد الرحمن العقل، واحنا نرحب فيه ايضا ونقول له مساك الله بالخير وعيدك مبارك براشد محمد الحملي. حياك الله ويا هلا مرحبا فيك. مساك الله بالنور وشكرا على الاستضافه، ونعيد ونقول كل عام وانتم بخير المشاهدين، وهم كل عام وانتم بخير والله بخير، وان شاء الله نكون في هالسنه نقدم اعمال تليق للجمهور، وتعبنا هذا ان شاء الله ما يروح هدر مثل ما يقولون، والجمهور هم يستاهل نقدم لهم اعمال جميله مثل هذه. كوكب قويك تسلم، وهذا اللي احنا ناطرينه منكم كل سنه تميز اكثر من السنه اللي طافت، واكيد المسرح ما يخلى من الموسيقى، فاكيد مشرفنا الاستاذ عبد الله البلوشي هو رئيس ستايلس الموسيقيه. حياك الله. الله يسلمك. كل عام وانت بخير. انت بخير صحه سلامه وعيدكم مبارك ان شاء الله، وعساكم ان شاء الله من العايدين الفايزين، وان شاء الله ايامنا وايامكم وايام الكويت كلها ان شاء الله عيد يا رب. امين, آمين يا رب. كل عام وانت بخير، طيب والله طاعتكم ان شاء الله والعيد عليكم مبارك ان شاء الله. الموسيقى هالسنه غير ان شاء الله، زاهر شيء جديد ان شاء الله شيء مختلف ان شاء الله، ان شاء الله مميز مميز جدا، راح الجمهور وياكم يعني راح يشيلها وايد اذا انا مستانس والله كلنا ناس عليكم ان شاء الله يا رب. وايضا فنانه جميله معنا منورتنا اليوم بالاستوديو، نقول كل عام وانت بخير وعيد عليك مبارك فنانه نسرين، مساك الله بالخير. حياك الله والعيد عليك مبارك. عيدكم مبارك، ويا رب ايامنا كلها اعياد والشعب الكويتي كله بخير وصحه وسلامه يا رب، وكل عام وانتم بخير وقناه الرأي بخير. وانتم بخير وصحه وسلامه. اكيد يعني هذه الايام ايام العيد دائما الواحد يحس فيها بالفرحه بجمعه الاهل، اكيد كل واحد كان فينا عنده ذكريات خاصه في من هو صغير لمن هو كبر ما ينساها في العيد. بدايه ما سمحنا بذكرياتك في العيد شلون كانت؟
لا أكيد ذكريات العيد هذه عند كل الناس. يعني إحنا طبعا دائما بالعيد أول شيء طبعا نعايد على أهلنا، بعدين أنا كانت تقريبا كل عيد قبل كان عندنا برامج أطفال، كنت أشارك ببرامج الأطفال من خلال العيد، وبعدين من خلال مسرح. دائما كل عيد يكون عندنا أو كل موسم عيد يكون عندنا مسرحية نعيد فيها مع الجمهور، وأعتقد هذا أحلى شيء يحس فيه الفنان إنه يعيد مع الناس كلها، يعني مو بس عائلته الصغيرة وعائلته الأكبر اللي هي مثلا الفرقة اللي قاعد يشتغل معاها، وبعدين عائلة أكبر اللي هو الجمهور اللي هي له، بعدين عائلة أكبر وأكبر اللي هي وهو داش وهو طالع ويعايدون عليه ويسلم ويحتفل مع الكل يحس بوناستهم. أنا أحس إنه كذي، فهذا أحلى شيء ممكن يحس فيه الفنان. يمكن هذا اللي أنا فقدته بالفترة اللي طافت، إن ما كنت يمكن أحس بأجواء المسرح، كانت كلها مع أهلي. وطبعا هي اكيد اجواء جميله لانه دائما العيد مع الاهل هم لا نكهه خاصه، بس اجواء المسرح عاده الذكريات. بالضبط، ذكريات أكيد المسرح وذكريات العيد. شلون كانت الذكريات ذيك الفتره؟ طبعا هو اول يوم كلنا نعايد على بعض وندش وكلنا مستانسين، نكون قاعد نذهب روحنا حق اول عرض اللي هو يكون اصعب عرض انت بتواجه فيه الجمهور. هي أول ردة فعل لمسرحيتك لجهدك خلال مثلا شهر شهر ونص مثل ما احنا اشتغلنا برافاتنا. بس أكيد في توقعات. إيه أكيد طبعا هو إيه دائما الواحد من داخل يكون عارف هو شنو قاعد يقدم، فإحنا كنا متوقعين إن شاء الله النجاح اللي قاعد يحس فيه يقولون محمد الحملي ما ينام ما شاء الله عليه. لا ما ينام إنتاج إخراج وهذا، الله يعطيك العافية. ها ما أنا بنحكي عن بروبات خلا بعد شوي، بس بنحكي عن العيد يعني هم إحنا مكبرينك، لكن بالعيد يقول تعطي عيادي والله. أنا إذا شفت هل يعطي بس ما أشوفه. استغل الوضع يعني. إنزين اعتبرنا إحنا حسبة هل بروفات شغل خل بدين لاحقين خل الجمهور ناطر. محمد الحميلي بعد هذه يعني أثناء هذه الأعمال شنو فقدت قبل؟ يعني ما شاء الله في الآونة الأخيرة كثافة في العمل، أكيد تختلف عن بداياتك. بداياتك يعني أكيد فقدت شيء بالعيد معين. أنا في فترة انتقالية كانت شنو هي، كنت قبل آخذ عيادي. من بديت اشتغل مسرح قمت ما اخذ اول شيء فقدته انه ما قمت اخذ يعني ما اروح يعني اروح المسرح فما اشوف اهلي فما اعيد عليهم فماكو عيديه. هذا اول شيء راح. ثاني شيء صار للحين هذا موجود، ان انا قاعد يصير صبحي يعني مثلا قاعد اطلع من المسرح مع صلاه العيد، اطلع شاور اصلي العيد ارجع اعيد على اهلي ارجع المسرح او انام لين الظهر واروح المسرح. فصاير عيدي الست سبع سنين اللي طافوا هو كله هذا روتين. فانا ففاقد انا فاقد العيديه. لي متى العيد يصير؟ فاقد العيديه. فاقد العيديه. فاقد العيد الجو هذا. ولما حقت عليك انك تعطي عيادي رحت انشغلت بالمسرح. بس شنو صير؟ انا عندي يعني تعودت يمكن انا في كل الصبح عيد اكل بيض. بيض وجيب كلاص وخبز تطقها مع ملح وشويه دقوس. مو لا هذا البيض صار. فالحين قمت حتى اروح صار له شوق شاور وقبل الصلاه اروح بيضة طق 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 سريتي احطها عرفت اللي هي هذه بيضه العيد هي واحده يعني مو وايد ما تعزم احد بروحك تسوي بيضه واحده بس نص خبزه حقك هذه انت تبدا السنه الجديده في حب. صح هو كل واحد يعني اتوقع ترى عنده اكله خاصه لازم تريق فيها الصبح. انا يمكن نخي راشد. لا والله انا احب الحمسات. حمسات لا احب الحمسات الصبح. الحمسات هي الذكريات تبدا يعني ترتبط مع الواحد وهو صغير، تبدا تكبر مع يعني حتى لما تتذكر هذه الاكله تقول تذكرني في العيد، فاكيد له الواحد بسمه وسعاده فيها. استاذ عبد الله كيف كانت في عندك ذكريات خاصه في العيد من وانت صغير؟ هل كنت تاخذ عيادي تنطل عيادي نفس محمد؟ والله احنا اول شيء بيت كلنا شباب، البيت مالنا كله شباب، انا محمد خالد مبارك احنا كلنا شباب. يعني ما في بنيه تصرخ ما استشوره شعبها ما في، بس في عندنا عاده بالعيد بس الحين قلت ان احنا نبوق اغتر بعض. فمنو اكثر منو اسرع واحد ياخذ الغتره؟ ليش؟ لان مثلا عني انا اروح اشتري مثلا محمد ما له مقاقي يروح ما له خلق، خالد نفس الموضوع، مبارك نفس الموضوع، فمنو عندنا اسرع واحد ياخذ الغتره؟ هذا شيء. الشيء الثاني هو شيء بالعيادي، يعني احنا يعني قمت انا الحين اعطي عيادي بالأول. لا والله كنت أخذ مثل من أمي، كنت أخذ من أخوي شو اسمه الأصغر مني. يعني كذي يعني في عندنا أمور. بس إيش كثر تعطي السؤال؟ يعني
دينار دينار يعني كذي يعني هذا يعني انتم الحين اللي يقوم اول واحد الصبح هو اللي راح هو الحلال عليه هو اللي راح ياخذ الغتره هو اللي راح ياخذ هي غتره واحده شنو هي غتره واحده الباجي شنو ها الباجي شنو افرو لا الباجي لا افرو عيد هذا لا والباجي على الغتره القديمه قصد العيد لازم شنو دشاشه جديده غتره جديده كذا كذا الدشاش ما فيها سرقات لا لا ما في لان الواحد جاب غيره بس واكلتي طبعا اللي بالعيد انا احب الخبيصه قديم شوي بس انا احب حلو اتفق معك اتفق معك نسرين ذكرياتك مع الاعياد والله انا ذكرياتي قديمه وايد من وانا صغيره يعني ما راح اتكلم عن الحقبه الزمنيه مالت المسرح او كذي بس انه واحنا صغار كان من يعني قبلها بيوم انه باكر العيد لازم نجهز النفنوف ان خلاص مجهزين النفنوف تكرمون الجوتي الجنطه كل شيء ممكن احطهم يعني حتى تحت يم راسي وانا نايمه ان خلاص هذيل يعني ان خايفه احد يبوقهم مثلا ما المهم ان هذيل الترتيبات يعني تقعد الصبح مبكر على اساس تلبس وتتعدل وما شنو وكذي وتروح توقف الحين طابور على اساس العيادي الوالده الوالد لو بيونا احد ما ادري ليش هاجس السرقه هذا عند الكل لازم يعني هذا وانت صغيره ها قبل ان ولد انا لا فعلا فهذه الاجواء صدق احنا فقدناها الحين وقاعد نشوفها حتى بالجيل الجديد يعني فاقدين الاجواء هذه الحين صاروا الاهل مو نفسنا يعني مو نفسنا احنا عادي يعني احنا مثلا نفنوف واحد نقضي فيه العيد كله هم الحين لا اربعه ايام كل يوم لا نفنوف ونفنوفين وثلاثه ويتهاوشون وشلون ناس وصلت الصبح غير والعصر غير اي الحين اي وبعدين قبل كنا نستانس يعني عادي ممكن احد يعطينا دينار اوه وايد الموضوع الحين اعطي 20 دينار شنو هذا والله زين 20 زين لا شنو هذا ما يرضون يعني اوريدي يعني تاخذ مثلا ال 20 هذه تعطيها انا اعطيها حق بنت اختي الحين انا قاعد اعطي حق بنات اختي فاعطي الكبيره 20 الاصغر منها 15 كل واحده يعني اقل تين الصغيره مثلا اعطيتها 5 دنانير شنو هذا شنو 5 دنانير ايش جايب فيهم اقول لها يا حبيبتي سكتي بس انت حمدي ربك اعطيتك شيء سكتي انا الحين ولد رفيجتي اصلا ولا هي ولا هذا ومن هو جاي مجبل بالصاله يقول لك خير 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 يعني ما في لا مثلا لا 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 خلاص هم داشين خير خير على طول على طمع يعني داش على طول فكانت اجواء حلوه كنا نروح نستانس هم ندش مسرحيات قبل كانت اجواء وايد حلوه طبعا مع الواحد لما كبر ودشينا خلاص في المجال الفني وصار انه نفس ما قالت سماح انه يعني كل عيد ما نستمتع وايد لانه ما نكون مع اهلنا ما نقضي معاهم وقت اكبر قمنا نستمتع مع الجمهور يكون عندنا كل سنه مثلا مسرح نروح يكون في وناس يعني انا اشتغلت مع الفنان القدير عبد الرحمن العقل اكثر من مره كان صدق هو يجي ويعطينا عيادي فكنا وايد سعيدين يعني حتى لو دينار انت عارف بس انت مستانس مشقق ويجونا الباجين يعني كل واحد من الكاست من الشباب طبعا اكثر شيء والكبار هم يكونون كلهم يعطونا واحنا متشققين على انه يعني ايش فيكم يعني مو شايفين خير تحسونكم عائله واحده بين اهلكم قاعدين يعايدونكم تصدقين على طاري العيادي واليهال والخير احس صار عندهم كذا مصدر رزق عندهم يعني اللي يلعون فيه فلوس يروحون يشترون فيه العاب انا لحقت على الدينار يصير ارباع عشان تحسين انه وايد هذا للحين انا عندي يقول لك من فرح ولد فرح بلد فهي فرحتهم هذا هي فرحتهم مثل ما فرحنا احنا جيلهم هم يفرحون يستانسون وكذا بهذه الامور اي والله سماح انا عندي سؤال صراحة شوي شادني ودي أسألك إياه في البداية يعني بعدين راح نرد نكمل سوالف في العيد رجعتك للمسرح يعني شنو السر اللي خلى محمد الحملي يجذبك مرة ثانية للمسرح بعد أكيد ارتداءك للحجاب وقبتي شوي فترة عن الدراما التلفزيونية كانت وحتى المسرح قص علي إجابة باختصار لا بالعكس لا أبداً لا أنا فعلاً بالفترة اللي طافت أنا ترى ما غبت يعني أني وخرت عنهم أنا منهم وفيهم حتى بلقاءات سابقة أنا قلت أنا ما أقدر أنسلخ من كل أصدقائي الفنانين لأني أنا خريجة المعهد بنت الوسط الفني حتى لما ابتعدت أنا تخصصت أو يعني صار اتجاهي أكثر إذاعي عندي برامج كنت أشارك حتى بالدراما الإذاعية وكان عندي حتى لآخر رمضان عندي أكثر من عمل درامي وأكثر من برنامج الحمد لله وأنا طبعاً عايد على كل أصدقائي اللي بالإذاعة لأن أنا 12 سنة فعلاً كنت معاهم ليل ونهار لكن بالفترة الأخيرة أو مو بالفترة الأخيرة بالفترة اللي طافت كنت أحضر مسرح 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 كبار وأطفال من الأكثر الأعمال اللي لفتت نظري
عرضت بأي موسم سابق هي أعمال محمد. نعم. وصار أني ذكرت هالشيء حتى في أكثر من لقاء أن من الناس المميزين بالساحة اللي وايد يعني حتى أنا أكون مستانسة كبيرة وبنت الوسط ومار علي يعني حتى أعمال برا الكويت. نعم. أكون سعيدة وأنا قاعدة أشوف العمل على المسرح. نعم. وفيها دائما تجديد ودائما فيها إبداع. صار ان مره محمد كلمني وقال لي ايش رايك نسولف شويه وكذي، قال لي انا عندي عمل واعطاني فكره عن كان عنده فكرتين بعد هي مو فكره واحده وما راح يعني اخرب الفكره الثانيه لانه اعتقد انه هو يعني بالتخطيط انه هو يسويها ان شاء الله. الفكرتين جذبوني وطريقه انه هو شلون يبي يعرضهم الثنتين جذبوني، والفنان بطبعه طماع على فكره. صحيح. وانا عارفه هو شنو مخه والطريقه اللي ممكن يعني اللي يقوله ادري انه هو يصير مو بس حكي. صحيح. تشجعت اني انا ارد، سعيدة اني انا رديت معاه كمخ شاب مبدع، فريق باكستيج جروب مبدعين قلب واحد يحبون بعض، مصداقية في العمل بالضبط كانت يعني مفقودة هذه الفترة الأخيرة يعني عند البعض للأسف المصداقية هذه شوية ذكرتيها في أثناء كلامك ذكرتي هذا الشيء ايه بالضبط ايه أكيد مو بس يحبون يعني حابين شغلهم كلهم عندهم أفكار حتى الاستعراضيين حتى الممثلين اللي منهم وفيهم لما نقعد حتى نتناقش يصير مثلا لا مو شيء كذي 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 كل واحد عنده فكرة صح 100% ترى يعني مو بس لفرض الرأي ويصير اخر شيء ان احنا كلنا مثلا لا يصير انه بالنهايه المخرج يختار هو شنو الفكره اللي هو يبيها لان على فكره فعلا كل الافكار هذا صدق ولا عشان اللقاء لا هذا صدق شوف انا ما قلت لك احنا نختار الفكره يعني اقول لك كلها يكون في عصف ذهني الكل يطرح افكاره هو الشيء اللي يشوفه هو يقرر هو اللي شايف الصوره المنتج هو المخرج بعد ما نقدر نقول له شيء اي طالع ما شاء الله عليه فنان محمد الحميلي هذه الخطوات وهذا الثبات ما شاء الله في هذا السلم وهذا التوجه الى الطريق الصحيح ان شاء الله ويستمر عليه للافضل شنو سره وشنو أسبابه وشلون قادر يحافظ على هذه الخطوات ومسرحية أمينة بعد الفاصل. يا مرتجى يا رحمن يا مرتجى يا رحمن يا مستجيب للداعي جيب دعوتي بسرعي واشفي جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن يا مستجيب للداعي جيب دعوتي بسرعي واشفي جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن من الخطايا يسكب بحب ساكن يثرب طه شفيع النيران واغفر لعبد مذنب من الخطايا يسكب بحب ساكن يثرب طه شفيع النيران صدفت الغالي من بعد ما غرب جاني لابس قميص كيلاني وميلي ميل الاغصان وانا صدفت الغالي من بعد ما غرب جاني لابس قميص كيلاني وميلي ميل الغزلان جب جب
ومعركه ومتركي يختد اخذ رمكي وعقد لولو يحكي من فوق حلك التال ومعركه ومتركي يرتج اخذ رمكي وعقد لولو يحكي من فوق حلك التال صرت منه خجلان وقبلي نط الشارع مثل الغزال الفزع وانا في طريق جزع فصرت منه خجلان استجيب الداعي عشان اسمع لقاحات عشو يا مستجيب للداعي جب دعوتي بسراعي وش في جميع وجاعي يا مرتجى يا رحمن يا مرتجى يا يا مرتجى يا الله يا مرتجى يا رحمن عاش الله عاش أنا ما أدري سالفة محمد الحملي مع البيض يعني من طلع من الفاصل وهو بيض وما هي سالفته تريق بيض ويبي بيض الحين قدامك الحلو هالخير وهالدنيا هذا لحظة الحلو شنو مكوناته مو بيض ممكن في بيض بروح تبي بيض بروح إن شاء الله حاضر محمد يمكن طرحنا إحنا سؤال قبل شوي ما شاء الله سر هذا التألق عسى الله يوفقك إن شاء الله تبارك الرحمن سر هذا التألق وسر هذا الحفاظ في هذه الخطوات يعني الثابتة والإيجابية بنفس الوقت شلون قادر تحافظ ما أدري أتوقع لأني مركز شوي مركز مو بالشغل مو بالوقت مركز بالهدف يعني مركز بالجول يعني مو يعني مرات يعني شلون يعني انا مو مركز باللاعبين اللي حولي واللي يمي الناس ولا لا انا قاعد اجاري الناس اللي حولي وقاعد اشتغل معاهم حتى مع ربعي لكن مركز بالهدف هذا اللي يخلي ربعي مرات ما يفهموني يعني تلقى انت انا سوالف شيء هم يفهمونه هم يفهمونه بلحظتها لكن انا قاعد افكر فيه لقدام يمكن هذا الشيء هذا الشيء اللي مخلي ان انا عارف شنو ابي يعني والحمد لله يعني الحمد لله اني مقدره ان انا اكون مركز على ابي وعارف شنو ابي وقاعد اروح له يمكن هذا الشيء اللي مخليني شوي رايح بخطوات ثابته ما تخاف ما تحس ان فيها نوع من المغامره ما تحس ان في شيء يردك موضوع الخوف قبل كنت خوافا من كبار الخوافين زين اي اعترف خوف بالشغل لا احاتي لا لا الحين لا انا شنو ابي اسوي خلاص انت بعدين خلنا نسوي يخلص بعدين هذا سولف غلط قولي غلط اللي لازم غلط عشان نعرف وين الغلط صح فهو صح عدت فهي عدت قوي فهو قوي سيء فهو نشوف ليش صار سيء شلون تتعلم من شغلك فانا هذه الخطوات حتى في سافانا العمل اللي قبل الامينه كنا خايفين شلون نقدم لايف ميوزك ستايلس مان وهم خايفين يعني الحين صار امينه بالنسبه لنا ولهم بيض سهل مو معناته ان انت تسترخص مو معناته ان انت تسلك مو معناته خلينا نقص هالكيكه عشان تاكل فيها محتويات بيض فيها بيض اشراف اذا امكن قصير صار البيض لا فانت تبدا الحين صار عندك الموضوع صار
اسهل صار اسهل. تبين هذه ولا عبد الحميد جاب لي كنا قصاب اي بقر ما شاورما هذه انا شاورما حق شاورما هذه مات الكيك يلا مات خشب اكيد نشكر حلويات كرمز قاعدين يضيفونا مع النجوم راح اضيفكم فيها بيض يخليه لنا ان شاء الله بالعربي تكفى بركه اي راح اكملها بس اعطي اول شيء محمد خل شو معود خل سكته بالبيض شوي هذه الفرقه الموسيقيه اخوي عبد الله قال هذه التجربه في مسرحيه زمان وكنتم متخوفين اليوم في مسرحيه امينه يختلف الوضع يمكن انتم خذيتوا عليه لكن تتوقع الجمهور خذ على هذه الموسيقى تقبل هذه الموسيقى تقبل هذا الشو شو ردة فعل الجمهور من تجربة مسرحية سافانا؟ أول شيء مسرحية سافانا كنا يا أخي ذوق عرفت يعني أنا ما أقدر أنكر هالشيء يعني ما أنا متوافقت تشتغل يعني ما تلامي الصراحة مسرحية سافانا كان أول شيء يعني لأول مرة إحنا نطلع طبعا لايف ميوزيكال أول مرة فأول ما قال الفكرة طبعا أكيد الواحد يخاف بس اللي انصدمت منه أنا والكاست مالي أو الفرقة مالتي كلها انصدمت من ردة فعل الجمهور طبعا الجمهور ظل يردد الأغاني نعم. ويردد الألحان فوق هذا كله قام يطلبون اسلمي قام يطلبوننا حتى حق عروض ثانية طبعا مو عروض مسرحية أنت عروض غنائية نعم فاحنا انصدمنا يعني كون احنا يعني شلون يعني مسرحية وكذي وكذا فاحنا من نص سافانا بس صار الموضوع انه وناسة صار فينا حماس أكثر والناس قاموا يتحمسون ويانا أكثر يعني إحنا يعني بعقب المسرحية كل عادة إنه يصورون مع الممثلين يصورون مع الجسم لا قاموا يصورون مع الموسيقيين قاموا يعرفون الشخص الفلاني الشخص الفلاني الشخص الفلاني اللي بنصور معاكم كذا يعني تشوف إن اليوم الموسيقى توظفت بشكلها السليم والصحيح على خشب والجمهور تعرف عليها مش فقط يسمعها قبل يشوف الممثل ايوه اليوم لا قاعد يشوف هذا الموسيقي نفسه بالضبط الموسيقي هذا نفسه بالآلة مالته بالكذا الحين راح يدش بالكيو الفلاني بكذا يعني صار موضوع كنا حفظ شو تشوف المسؤولية عليك اليوم الحين المسؤولية زادت دبل الكيوهات عندها مسؤولية كبيرة ها وايد طبعا نشكر أسراء ما قصرتي بارك الله فيك مشكور بعد استميدش على الطبخة شوف اهم شيء ذوقها فيها بيض ولا إيه فيها عشان شوي الري اي صار عبد الله اي فالمسؤوليه صارت طبعا اكيد اثقل شوي من اللي قبل كنا يعني بنقدم الحين عمل جديد مختلف اختلاف كلي طبعا عن سافانا من ناحيه الالحان من ناحيه مشكوره كل طريقه التوزيع الموسيقى بس طبعا الحين يعني امينه ايش اقول لك يعني شيء جديد في امينه هو تاليف جديد ولا هو تاليف تاليف جديد هو تاليف باسمكم يعني ما في موسيقات متشابهه او شغله محمد الحميلي شنو الحلو فيه انه مثلا البعض الحين شو يسوي ها عرفت المقارنات يقول لك هذا والله موسيقى من فيلم هندي ما ادري وين لا هذا لا من لا مسلسل اجنبي ما شلون صاير لا لا ابد الحكي هذا موجود معاكم ولا لا مو موجود سافانا من تكلم عن سافانا مثلا يعطيك هو رؤوس اقلام وانت تلعب عليها بامينه نفس الموضوع يعطيك رؤوس اقلام مع دي جي شوي فوايد خلط يعني وايد كونه عمل تراثي يعني ونبي نطلع الشكل التراث بالشكل المطلوب يعني بس مع لمسات شوي منا احنا من باكستيج كذي لازم اللمسات هذه انت الاغاني كلها كونها تراثيه تراثي في الايغات التراثيه الغادري السامري الخماري الطنبوره الليوه الايغات هذه شلون احنا نسويها مع درامز مع الدرامز مع الليله مع فهذا هذا الجديد في الموضوع واصوات طبعا يعني تخيلي انا بس الطار يعني احيانا يعني يهيص ناس احنا الطار مع الدرامز مع الطبل مع الميكس جميل اكيد مسوينه خصوصا يعني الشباب ساعات يكون عندهم يعني نظره ثانيه يعرفون وين يجذبون الشباب اللي نفس عمرهم نفس ميولهم اكيد نسرين هل الفنان اذا بيشارك مثلا بمسرح يكون مثلا معتمد على الموسيقى مسرح يكون فيه لايف ميوزك هل لازم انه هو يعرف يغني صوتها نار نسرين يعني عادي نسرين شهادة لله شهادة لله انا ما ادري حاسه انكم قاعد تطنزون يعني والله صوت انت تقول شوف لازم نسمع عيال لا صوت جميل لا لازم نسمع اصلا لان هي احلى صوت بعدين من عقبه سماح احلى ما شاء الله جميل قال شوف النظر على الهواء بعدين عندها دشتين نار بالمسرحيه كلهم حاطين عيونهم على الدشتين يعني عندنا زميل معنا يقول لي اجري قله بس اخذ دوري سؤالي كان بريء ما ادري ان صوتها حلو بس زين فضحتيها والله شوفي هو كان
يعني في كل الأعمال السابقة اللي أنا شاركت فيها في مسرح الطفل كان الأغاني تسجل بلاي باك، ما في شيء لايف كأغاني، لكن كمسرحية وحوارات كان كله طبعا لايف الحمد لله مع الفنان عبد الرحمن العقل والفنانة هدى حسين. نعم. الجديد بالنسبة لي ولأول مرة أن من خلال محمد الحملي الشو الميوزيكال أو اللايف ميوزيكال شو كان شيء بالنسبة لي غريب. الحمد لله أنا أغني ومعروف أن صوتي حلو يعني خلنا نغرب شوية ولكن كان هني شوية أن شلون بتمثل. إيش رأيك نقطع الشك باليقين وتغني بالضبط؟ لا إيش رأيك؟ لا لازم شنو نغني زين؟ شيء من المسرحية من أمينة؟ إيه هذه حلوة. ايه هذه بس لا نحرق. لا 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 ما راح نحرق بس قوليها بصوت حلو مو اي مو بصوت مو بالارواح الصغيره اللي الكاركتر في كاركتر معين اغني فيها الاغنيه تحديدا يعني فشويه يخرع صوت درام اللي يناسبك اللي يناسبك دو كلش مو دو هذه سو شيء جديد جيت ولبيت نداء أهل البيت دريت باللي حصل وكان جيت وسامع كلام وايد ليش الحكي زايد وتن الحاصل شي خطير وحيل جايد شكل بدك وشيء تعالوا بس هيا تشوفون هذا مين جماعة الساعة كم العروض؟ العروض متى؟ عندنا خمس عندنا ثمان ونص لا خمس أمينة يعني شوف أنا مو أمينة مسويني حق الجمهور اي راح يستانسون بعدين على فكرة ترى حتى يعني حتى أستاذة سماح مو شرط بحلاوة الصوت يعني أنا مثلا لأول مرة أتعامل مع سماح بس عليها أداء أمانة سيدة لا هو تحت ولا هو فوق يعني توصل لك الجملة بالشكل المطلوب يعني مثل المكتوب جميل صحيح هو هذا اللي كنا بنوصل يعني بالضبط. هل لازم أن المطرب أو الممثل يكون عنده إذن موسيقية لازم أنه يعرف يتماشى على المسرح مع الأجواء اللي صايرة مع الموسيقى اللي صايرة أيه. لازم يؤدي صح ولا راح يضيع كل اللي حواليه العوضي بالضبط لازم الاذن الموسيقيه هذه تكون موجوده عند الممثل اللي راح يشتغل في اللايف ميوزيكال شو لازم بس مو شرط انه نفس ما قالوا مو شرط حلاوه الصوت لان انت قاعد تادين اكثر منها قاعد مو طرب يعني عندك غدير عندنا الفنان غدير صفر صوتها جبلي مثلا اي لان عندها بحه قويه ما يتناسب لكنها قدرت الحين خل الحكي عنك الحين اسرار ما قصرت وقصت هالكيكه هذه ها ما حد كلا الا انت وانا الباقي كلهم قاعد يطالعون قاعد يشوفون ما حد كلا الا راشد من مسوي كيكه؟ ها اسرار؟ كرامز كرامز مشكورين ما قصرت حلوين كرامز نار سماح قبل لا تاكلين عليك بالعافيه نبيك تغنين الحين سمعنا نسرين ما قصرت ها نبي نسمع منك شيء انت تختارينه شنو طالعين يا راشد ايش رايك مع بعض هلا عدل كل المطربين كذي لازم ان صوتنا تعبان شوي كان يا راشد لبيت الطلاق وبسمع منك شنو السبب شو اللي خليك دايم ضدي ودي افهم ودي انا ودي شو قلت انت البنات وكل البنات حتى خواتي شايفين روحكم علينا بالفريج وكل ما شفتيني انا له بريحاتي خمتي علي العدو ولا بالنسبه حق الاداء الحركي مع هذه الموسيقى انت تفضلي كملي تعالي بالعافيه يعني على الاداء بالنسبه للموسيقى هل تتدخل مع المخرج في هذا العمل انك انت تتحكم بالاداء ام انت فقط تعطيه الموسيقى وتخليه هو اللي يحدد الحركه لا ابد لا لازم المخرج هو يعطيني مثل التعليمات انه بهالمكان راح يصير في مثلا سكته هالمكان راح يصير في كذا هالمكان راح يصير بهالتايم او بهالحرف راح
تنقل الموسيقى تصير شيء ثاني. انت اللي تقول له، هو اللي يقول لي، يقول لك هنا لان انا شو اسوي، ممكن الالحان ياتني، ممكن خلاص اسوي الالحان واقعد خلاص. فانا مو عارف اذا غلط الممثل، الاستعراض واحد طاح اذا شنو انت اللي تبي تعرفه بالضبط من المخرج؟ هل تتابع معاه حركه الممثلين؟ لازم تتابع معاه، لازم يعني نتابع الحركه كامله. يعني في ساعات بروفات مثلا، مثلا اقول حق الفرقه لا تي، تلقاني انا موجود حتى تشوفوني ورقه وقلم وارسم كل حركه. مو بس الحركة، الحركة والأداء، لأن هني تبي تنزل صوت، أيوة. هني تبي ترفع صوت، هني راح يصير مثلاً أكشن بالحدث. بالضبط. فلازم في متابعة من أفضل. فالمخرج دائماً هو اللي يعطينا أي ملاحظة بسافة السرعة والهذا. شيء في حق فرقة سير صراحة، طبعاً نشكر هم أخونا أحمد القطان اللي كان معنا في بداية العمل في التوزيع، وهادي اللي هو مشرف على الأصوات. في البرسات اللي هم آلات النفخ اللي هم طوروها اللي اسمهم الآلات. آلات النفخ. ياتهم وش مسوين؟ احنا عاده نقول مسرحيه وعيد يلا خلينا نحفظ. صح. لا نوته. يعني محمد متعب قواه الله يعني ينوتون، كل واحد كل واحد نوته. فتخيل انت قاعدين ناس نوت. ماشيين على النوته. حتى في مره احنا حتى هم حاسبوني في هالشيء وانا معاهم كنت. قلت انا لغيت جمله. ايش درى؟ بلغنا. لغينا جمله عزفوا. فصار في عندهم قالوا عيد محمد. عندنا. نفس الشيء. عشان يقول لي تعال. ما بلس في انا هني جمله اقولها شو شيء ها في شيء هي تحس الموسيقى انه في شيء غلط، في شيء غلط. هم انهم ماشيين، ما هم ماشيين عينهم على النوته واذنهم، فهم فماك وزن في 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 فقره عنده بالعزف، في جاب شيء ما صار انهم يعرفون وين صاير. لازم هم يقول حق محمد مثلا يبلغ البرس، يبلغون لقاء. فهمت انت الموضوع؟ مو غش مره لما نضيف كلمه ولا اشيل حرف في مشكله تصير، في دروب، في ترتيب، في نقعد بوس كله هدوء، اعزف عيد يلا نسمع، يلا رتب مره ثانيه. ايوه حلو يلا عيدها مره ثانيه. سجلها الحين يلا نكتبها، يروحون يسوونها بالكمبيوتر ويطبعونها باكر نوته ثانيه. أيوة. عشان العمل يعني مو ثقل، مو غشمره. هو التفاهم ما بين طاقم العمل كله لما يكون موجودين ومتفاهمين وعلى حب، حتى لو صارت اغلاط صغيره ممكن الواحد يعني يتداركها في الوقت اكيد المناسب. انا بكمل كيكتي، خلونا الحين نروح فاصل صغير وبعدها راجعين مكملين معاكم هذه السهره ليله من ليالي العيد. ها عجيبة عليكم بالعافية. طبعا كل العجيبة هذا كله على الهواء يعني. يا ربنا لا ايه على تستاهل المدح بعد. لا عجيب الصج هذا. ها كمل ابو راشد شلون؟ شنو؟ اللي قاعد تغنيه كمل انت، انت على الهواء كمل. قرقان بالكيكة بالعافية. كنت قاعد تغني وانا مزج ايوه قاعد انقل بيض. لا لا عليكم بالعافية. هذه المسرحية انا متكلم عنها، مسرحية امينة. لايك تكفى لو سمحت. ها The Life Musical Show. أمينة لما أقول مسرحية قاعد أظلمها، قاعد أحس إني Live Musical مسرحية. لا 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 مو كذي، لا هي The Life Musical Show. قاعدين نتعب. ممتاز هذا المسمى الحين. إذا أنت طرحته وقلت أنا أبي هذا المسمى، أبيك تعيده مرة ثانية للمشاهدين، هذا كاميرتك، قول اسم المسرحية The Life Musical Show. أمينة أنت قاعد تسوي شيء على فكرة هم. ممتاز. لا أنا سؤال قبل تقول على فكرة كلامك على متمة، هذه الجملة اللي سميت فيها هذه المسرحية وحرصت أنها تكون بهذا الاسم وتنقال بهذه الصورة وهذا الشكل، هل الناس عندها الثقافة وعندها الوعي اللي عارفين معنى اللي أنت قاعد تقوله؟ اللي عارف المثقف انتهينا منه، الناس اللي تتابعك اللي مو عارفة فسر لهم. الناس عارفين أن احنا قاعدين نطور من الفن، لكن في وهذا يسمحوا لي أقولها، الجهات الحكومية في الدولة مو واصلين حق هالمرحلة من التقييم. عندهم مسرحية يا جماعة أنا مسوي بالة، هذه مسرحية يا جماعه انا مسوي ميوزيكال، لا لا هذه مسرحيه. مصر مصرين في هذا الرقيب، هذا الرقيب محمد فيعاملون لها معامله لاي مسرحيه. ما يصير ما يصير، هذه مو نص ويلا سوى ومثل، لا 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 هذه فكر. مع احترام حق النصوص اللي تمثل طبعا كلها كلها هذاك مسرحيات ما نشغل فيهم الحين. نعم. لايف ميوزيكال شو بالكويت الحين واحد قاعد يسوي الحين بالعيد هذا، احنا بنروح مسوين اللي هو شنو، عباره عن شنو اللي هو، اللي هو موسيقى حيه، مسرحيه حيه في موسيقاتها في يعني اغانيها. مثل اي مسرحيه عالميه، انت لما تسافر برا تشوف مسرحيه صحيح. عالميه احنا قاعد نسوي شيء بنفس المستوى تقريبا. لما قلت كذي يقول لك لا انت ايش قصد، انت توصل عالميه. اي اوصل عالميه،
انا شنو قالوا لك كذي؟ لا مو كرغابه، كلمه كاي احد يقول كنت شلون توصل وصلت لك هذه الجمله؟ إيه؟ سمعتها هالجمله كذي؟ لا اوصل على مين وشنو وعندهم مشكله حاجتهم امينه تراثيه بيوت طين قديمه. لحظه استوب، ليش انا ما تراث وهذا تراث ممثلني مثلني؟ خل نوصله للناس ونطور فيه عشان الاجنبي اللي قاعد اللي ما اللي مو عاجبه اللبس دشداشه، مو عاجبه البخنق مثلا، ممكن عاجبه الموسيقى، تعجبه الموسيقى يسمع يفهم وتحدد ينشد ويانا وشرح توظيف عادل. توظيف هذه الموسيقى الحديثه مع هذا التراث انت قاعد يعني هذا حد ذاته ابداع. فمجلس الوطني اذا مو الله يحفظهم لنا ذهن الطفل زين، فالمجلس الوطني الله يحفظهم لنا وذخر يخليهم ان شاء الله، شالوا اغنيتين من الاغاني التراثيه يقول لك ما تتناسب مع عقل الطفل. اغاني تغنى الحين في اغنيتين عندنا اللي هما مالت اللي هو اللي هي شوت شوت يا البطه يا الله الله شالوها يقول لك هذه تؤثر على نفسيه الطفل. ليش تذكرنا بالطفل؟ ما ادري والله ما ادري لغوها. فتلاقي كمجلس وطني الثقافه الفنون الاداب انت المسؤول الاول عن الثقافه والفنون وعن التراث، شلون تشيلها من المسرحيه التراثيه؟ يقول لها تاثر على نفسيه الطفل. ما عندي طفل قاعد لطم بالمسرحيه حاشا رعب ما نام ما ادري في شيء مفقود لازم يحل. فاحنا قاعد نقدم شيء مو موجود في قانونك كدوله، يا تحدد قانون يا تخلي لي جهه بروحي. ناقشتهم محمد؟ ناقشتهم وين مستمر نقاش؟ مو راضي ما يبغى يسمعون، لا ان احنا نسوي اللي نبي. لا مو طيب في مقدمه حق المسرحيه، مسرحيه مو مسرحيه عفوا لا لا اوكي طيب في مقدمه. احنا هالكيك خلانا بس خوش كيك المفروض مذيعين ما ناكل الا بعد الحلقه. اغنيه هذه الدعايه لهذا العمل الجميل ممكن نسمعها؟ يعني الكنترول يطلبها واحنا نطلبها منكم ان شاء الله نمون عليكم ونبي نوصلها حق الجمهور الحلو اللي يتابعنا. دعايه حطوها نروح نحطها بس نسمع منكم لايف موجودين انتم معنا. ما تحفظ حافظينها؟ انا ما حافظها، انا حافظها بروحي الوحيد. انا بس امي تناديني ما ادري ايش تبي فيني، تبي تحنيني ولا تبي تزفني تعاقبني تربيني. هذا الجمله كمل جملتك. الان وش نقول؟ الان جايين يشدني الهمه ما انت غشمر بنشوف اي احد يمنا يتم اختار. انا يا فين يا نبض الفرح قطي على صوت الماكينه يا حظ اللي بيلتقي يوم بهدينا. مصعدي وينه ضاع يا حسرتي اقرع مقرع قصتي يا صبي عطني لعبتي. طق 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 طرباق طق طرباق على الماي خلونا نشوف من وياي حط الماي على الباجله وين الجدر وين الشكر وين الشعر وينه وين الفنر وينه وين بخنقي وين مطلبي وين ملعبي وينه وينه انا ودي اسال استاذ عبد الله يعني الميكس اللي مسويه ما بين الاغاني والكلمات شلون قدرت توصلها بشيء مودرن؟ يعني قاعد مثل ما قاعد يقول محمد واستاذ ايضا سماح يعني الكلمات يعني من العاب قديمه كنا نلعبها واحنا صغار، فشلون قدرت تسوي هذه التوليفه الجميله بينهم؟ اول شيء في شغله على محمد الحميلي، محمد الحميلي صعب منه يفهم مخه ترى صدق امانه يعني لما يقول لي يقول لي سوالف امانه يعني بالكلام هي ما تصير ولا بالفعل تصير. بعدين الحين هو المخرج تصير بعدين تصير الحين انت المخرج اي ولا المخ مال هو المخ والمخرج وكل شيء هو المخ والعضلات شنو ما المخ هو طبعا في صعوبه نقله المخ محمد الحميل المخ فعلا ضار كذا عمل. طيب الكلمات منو كلمات هذا العمل انت كاعلان ولا العمل هذه الاغاني الجميله العمل ذا لايف ميوزيك اللي هو الستيج اللي هم طب كتابتي بالتعاون مع فريق من كتابتك بيت عثمان واشكر بيت عثمان صراحه انه اعطونا المراجع واعطونا تدقيق دققوا على النص تراثيا هل هالكلمات تقال في السابق ولا ما تنقال كان في اشياء هذه موجوده ولا مو موجوده واعطونا مفاتيح للنص والالحان طبعا فرقه ستايلس باند. اما الاعلان اللي هو على طير هذا سووه اللي هو استديو نويز اللي هو صهيب العوضي واخوي مبارك قروي يقول لهم قواكم الله. فكرته جت من مخرج الاعلان نفسه خالد الرفاعي اعطيته سي دي اقول قصه نبغى نسولف عشان المخ هذا اعطيته سي دي قلت له خالد هذا اعلاننا بنصوره باكر الساعه 3 العصر الحكي الساعه 6 المغرب 9 دقائق قال محمد هالاعلان انا ما راح اصوره. ليش؟ ما ادري تخلوش فيه لا الاعلان وايد كلاسيكي الكلام مو حلو اللحن سيء اعطاني رفيجي ثم مصلحتي وين اعورك؟ الحين اعطيني جاي صكه قلت له انا اوريك ساعه واحده بالليل اسوي لك شيء ثاني
12 بالليل دشيت استديو انا مبارك وصحيح هذا خلوه بينون الرفاي يبي يغير باكر تصوير يقول ما ابي اصور شو الحل شو الحل شو الحل استلجيت شوي داخل استديو طبعا بطلت دمباك يجي تاكل دمباك يلا شنو نقول هني سويت كان دقيقه مثلين مسج باكر تعالوا سجلوا الاعلان الساعه 3 العصر هم سجلين الاعلان قديم باكر 3 العصر تيون ونصور الساعه 6 المغرب الناس ما صدقت اسامه جعل قال انا ما راح هي قصاني قلت له لا هي بتال مسجل انا قلت له تعال يو يو البنات ركبنا كورال يو الشباب ركبنا كورال جمله 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 افهني ركبنا خالد راح سبقني المسرح قال وينك ديكور ركب بنصور جايك كوبي رحت سبع كنا على الخشب سمع خالد صورنا خالد عقب الاعلان ما منتج خالد منتج مع احمد الواحد ومدير التصوير كان سمير محمد سمير خالد لان شغل في التصوير عندهم اللي هو مسكين كيوفي فما منتجه قعدت انا المدير منتجنا دزيناه خالد قوي طلع قلت له منك انت ناوي حرني انا 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 احب يحرني يغثني لما تغثني اقعد لك انت غثيتني يا ويلك مني اصيدك يا انا يا انت اقعد توم جير نصير وراح افوز عليك راح افوز عليك يا انا يا انت نفس علاقه اي استاذ في اي طالب انه ينافس جميل جميل نسرين يعني في ختام هذا اللقاء الجميل اللي جمعنا معكم ما شاء الله مشت معكم الساعه بشكل سريع بس نبي نتعرف على الشخصيات ولو بشكل بسيط في هذا العمل نسرين ام عزوز راعيه الباجله بس هذه شخصيتي ما نبي نحرق على الناس ام عزوز راعيه الباجله انسانه مرحه حبوبه يعني ما ابي احرق الموضوع ان شاء الله لما تيونا والجمهور مستمر ان شاء الله معنا في العروض وكذي راح يتفاجئ بالشخصيه وفي نقله ثانيه هم مفاجاه بس الموضوع حلو يعني شخصيه جديده علي ما سويتها من قبل اكيد اكيد والناس كلها راح تحب هذه الشخصيه يعني خصوصا انتم ماخذينها في قالب اخر يعني مو معتادين عليه معروف ان محمد الحملي يحب الشيء اللي مميز ما يحب الشيء التقليدي فاكيد يعني راح تكون اكيد مميزه هذه المسرحيه استاذه سماح دورك في امينه اللي معروف عنها بأهل الفريج يعني يعني من أحسن البنات ما تحب الغلط لكن مثل ما يقولون غلطة الشاطر بألف لما تغلط عاد تشوفوا شو يصير مصايب أي عبد الله بهذا العمل هل حاس إن العبء أكبر من سفانة ولا شايف إن الحمل والله متساوي لا والله الحمل أكثر صار أكثر ومسؤولية صارت أكبر يعني نعم. بس ان شاء الله يعني نقدر يعني نوصل يعني بالشكل المطلوب يعني وتكون غير عن سفانة احتياجاتك كلها متوفره ولا في اشياء احتجتها وخشبه المسرح يعني هي اللي فرضت المكان فرض عليك انك تقلل في شيء معين لا ابد نفس الموضوع لا وزاد يعني كل احتياجات متوفره لك متوفره ان شاء الله طيران يدد كل يوم كل يوم طيران كم شقين طار طبعا شمال ايش فيه شمال يدق الطار عباله قاعد يهدمه في عداوه بينه وصلت الرساله حق شمال وصلت الرساله لا يمكن البروفات كانت وهو صايم لا لو صايم كان أذروية دنق دنق الرخ قط بدل رينق الرخ خلاص متحمس تحكي عن شخصيتك رشود شيطان الفريج طبعا معي بالشياطين بدر البناي وبيزيز السعدون وأبوي أسامة زيل الفنان أسامة زيل خواتي الفنانة صراحة أختي اللي ما أستغنى عنها نور العميري والفنان نوف السلطان هم رفيجات أمينة اللي يكون بالفريج اللي هو أمينة اللي هي أمها تكون الفنانة غدير صفر زين أحد من الشباب والأهل الفريج طبعا راح يكونوا موجودين طلال سام حامد محمد مشعل الفرحان أحمد العوضي سعاد الحسيني لينو سيدين الزيادي حنين مجموعة كبيرة من الأطفال الكبار نعم ضمن اشتراك مع فرقة ستايلس أشكر فرقة ستايلس أنهم أعطونا من وقتهم الكثير عشان يطلع دلاج ميوزيكال شو وأشكر المخرج المساعد رابع اليوسف مرتي بالأزياء بور ميديا بالإضاءة الليلك بالصوت يعني ناس فريق كبير إدارة الإنتاج وايد ناس لو بسولف لك أسولف لك 120 الحين عندك اثنين ناطرين يعني يكونون على خشبة المسرح من هو؟ ما أدري متى أنت تبي تحطهم عندنا عبد الله قبل شوي كنا نسولف في الفاصل ها؟ وعندنا المنتج عبد الحميد الاثنين ناطرين دورهم إن شاء الله متى؟ إن شاء الله متى نظرتك المستقبلية هذه بعدت يا أخوي قريبة يعني إن شاء الله قريبة وأدعو صراحة الجمهور اللي ما حضر حياكم الله على مسرح النادي العربي في مسرحية أمينة وهم مسرحيات الكبار سوالف عنها مسار الفنان عبد الرحمن العقل هم اشكره وبارك المانع وسلطان الفري واخوي الاستاذي صراحه الكبير جمال الشطي في مسرحيه البومه كل العملين من اخراجي ان شاء الله اقدم رؤيتين مختلفتين ترى اللي طلع هذا ولا كنا هذا اللي مسوى هذه واحد ثاني نعم فشي في شخصيتين
الله يوفقكم ان شاء الله ويعطيكم الف عافيه على هذه المسرحيات. الواحد يعني يستمتع لما يكون العيد ويشوف هذه المسرحيات الجميله، الواحد يحتار وين يروح، مني ولا مني، بس اكيد راح نروح الثنتين ونستمتع في هذه العروض. اي احد حابين انتم تعايدونا على الشاشه؟ وكلمه اخيره بدايه الماتش استاذه سماح. اكيد طبعا اعايدكم، اشكركم على هاللقاء، واعايد كل فريق قناه الراي. الراي يجمعنا دائما ما شاء الله، دائما بهاللمه الحلوه. آمين. ويجمعنا بجمهورنا الحبيب. كل عام وانتم بخير، احنا ناطرينكم مسرحيه امينه، ان شاء الله تشوفون شيء يليق باللي انتم تتمن، يعني يليق فيكم، وتشوفون الشيء اللي انتم ان شاء الله تتمنونه ومتوقعينه، وراح تستانسون وايد معنا، اجواء وايد حلوه. مثل ما يقولون دائما الحي يحييك، احنا مو بس يعني مسرحيه يعني ونتفاعل فيها مع الجمهور، مسرحيه شو ميوزيكال شو، مو بس نتفاعل فيها، مو انا لا تخلوني اتكلم، ما دائما تقاطعوني، احنا مو بس مسرحيه نتفاعل فيها مع الجمهور، احنا لايف ميوزيكال شو كامل مع فرقه لايف، كل شيء لايف، مفاجات لايف، ان شاء الله وايد راح تستانسون. كل عام وانتم بخير اهلي وحبايبي واصدقائي وكل جمهورنا، وان شاء الله احنا ناطرينكم، لان اكيد نجاحنا بوجودكم. موفقين ان شاء الله. نسرين، احب اقول كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، ويا رب ايامنا كلها تكون اعياد وعيد اهلي والجمهور الكريم. طبعا حياكم الله عندنا في مسرحيه امينه اللايف ميوزيكال شو. هو قاعد يطالع ويطق مني وشكري وروح ويطق على طول ما شاء الله عليك العافيه. ان شاء الله راح يشوفون، يعني انا وعد راح يشوفون شيء جميل جدا، شيء جديد ما شافوه من قبل، يتعلمون الجيل الجديد تراث اهلنا وتراثنا الجميل، راح يشوفونا لايف قدامهم، يتعلمون قيم حلوه ويتعلمون وايد سوالف، واوعد ما حد راح يكون قادر يقعد على الكرسي من كثر ما هو راح يكون متفاعل معانا مع الاحداث مع الاغاني مع كل شيء. شوقتونا كذي ان الواحد المسرحيه لازم يسترجع العابها اللي كان يلعبها ما قبل، ترى انا كلها اخسر فيها الالعاب والله. استاذ عبد الله كلمه اخيره حاب توجهها لنا. والله صراحه اقول حق الكل، يعني مشكورين طبعا قناه الراي، وعيدكم مبارك، وعيد الكل ان شاء الله يا رب العالمين كله مبارك. انا طبعا ادعو حق الناس والجمهور كله انه يحضر ان شاء الله مسرحيه امينه، لان هي مختلفه اختلاف كلي. لا انا هالمره شو اسمه، لانه هو المسرحيه عباره عن عرس مسرحي من الاخر. جديده هذه، جديده عرس مسرحي، يعني انت راح تدش تقول راح، يعني ما راح تقول هذه مسرحيه، راح تقول هذه حفله ليالي فبراير، كيفك عاد. فان شاء الله ادعو الكل ان شاء الله، وعيدكم مبارك ان شاء الله. عساكم من عواد ان شاء الله، وتقبل الله طاعتكم، مشكورين ما قصرتوا. في موقع لكم حاب اللي يحجز عن طريق بعد نفس مسرحيه البومه، عن طريق البول شوز بيو ال اس، ما اعرف شنو البول شوز، تحجز عن طريق الانترنت او شباك اللي هو في النادي العربي. طبعا انت شخصيه راشد طبعا تحبها انت، بعد السمي بعد، وبعد ولدك بقرا طلع شيء تشوف كاركتر داخل ماك شنب يروح بعد شوي شيء طيبه. يعطيكم الف عافيه وعيدكم مبارك مره ثانيه، وان شاء الله نشوف هذه المسرحيات الجميله اكيد في نهايه ختام اليوم. انا احب اكيد اشكر حلويات كرامز، واشكر كل من اهتم في لوك اليوم، الميك اب ارتست عبير الياسين، وايضا الديزاينر غدير البرجس. طبعا اكثر واحد لازم يشكرهم محمد، جبته يبون لنا كيك بالعربي تستاهل، انا بكيك بالعربي بكرامز بس يبون حق 100 نفر وايد. انا مشغول، انا قصيت الله يعينكم مشكورين ما قصروا ضيوفنا الكرام، نورتونا وشرفتونا، والساعة المباركة وحياكم الله، هلا مرحبا فيكم، والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة الطيبة. نتمنى انكم استمتعتوا معنا في هذه السهرة الجميلة اللي جمعتنا معاكم ومع ضيوفنا الكرام، مسرحية البومة وعمل أمينة، ما راح أقول مسرحية، عمل أمينة. طبعا أكيد راح نحضر هذه الأعمال، الأمانة راح نحضرها إحنا وعيالنا وأهلنا لهذه الأعمال الجميلة المميزة، اللي فعلا نفرح ونفخر بمثل هذه الأعمال تقدم عندنا هنا بالكويت، وإن شاء الله تصدر إلى الخارج. عموما نشوفكم إن شاء الله على خير، وتصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان، فما الله. مع السلامة.